قامت رواية الحرب والسلم للكاتب الروسي ليو تولستوي، الجزء الثالث. ذات الخال، كان تصرف بيير ونوع الحياة التي اندمج فيها في بيترسبورغ قد صده بالفعل عن اختيار السبيل الذي يرتضيه للوصول إلى مستقبل مشرق. فقد كانت القصة التي رووها لدى آلي روستوف عن تصرفه حقيقة لا زيف فيها. كان الشاب قد عاد من بيترسبورغ بعد أن أبعد من هناك لاشتراكه في شد وطاق ضابط القسم إلى ظهر الدب، واستقر في منزل أبيه. كان واثقا من أن القصة ستثار في موسكو، فتعطي للأوساط النسائية التي كان على أسوأ العلاقات معها مادة غنية للحديث تساعد على النيل منه وإفساد علاقته بأبيه. ومع ذلك فإنه لم يتردد عن المثول من فوره في حضرته، فوجد الأوانس الثلاث في البهو وهو مركز اجتماعهن المفضل. كانت كبرى الأميرات، وهي التي شهدناها منذ قليل تتقابل مع آنا ميخايلوفنا، فتعاملها تلك المعاملة المهينة، فتاة صارمة مديدة القامة تعنى عناية خاصة بملابسها، وكان دأبها القراءة بصوت مرتفع. أما الأميرتان الأصغر سنا فكانتا تشتغلان في أعمال الإبرة على مناسج صغيرة. كانتا وديعتين لطيفتين تشبه إحداهما الأخرى، حتى أن كثيرا من الناس كانوا يخلطون بينهما. لولا خال على وجنة إحداهما حياهن بيير تحية مهدبة رقيقة، لكنهن استقبلنه وكأنه شبح أو مصاب بالطاعون. توقفت الكبرى عن القراءة وحملقت بعينيها في وجهه بذعر دون أن تتلفظ بكلمة، واتخذت الثانية موقف أختها الكبرى فنقلت التعابير التي كانت مرتسمة على وجهها بكل أمانة وأبرزتها على وجهها. أما الثالثة، تلك التي كان الخال يميزها عن أختها، فقد انحنت على منسجها لتخفي ابتسامتها، وقد تأكد لها أنها ستشهد موقفا ممتعا يتفق مع مزاجها المرح. سحبت خيطها الصوفي وراحت تتظاهر بالاهتمام بنقوشها وترتيبها، وهي تجهد في كبت القهقهة التي تكاد تفلت من بين شفتيها. فقال بيير: عمي صباحا يا ابنة العم، ألا تعرفينني؟ بل إنني أعرفك، أعرفك أكثر مما تظن. نعم أكثر، سأل بيير دون أن يرتبك رغم أسلوبه الطبيعي الخائب. كيف حال الكونت؟ هل أستطيع أن أراه؟ إن الكونت يتألم جسديا وعقليا، وإنني أرى أنك عملت كل ما ينبغي لمضاعفة آلامه العقلية وزيادتها أكثر خطورة. كرر بيير سؤاله: هل أستطيع أن أرى الكونت؟ اسمع، إذا أردت أن تقتله أو أن تعجل بنهايته فإنك ولا شك تستطيع أن تراه. ثم أردفت تخاطب أختها ليدرك بيير بأنهن كن يعملن للتخفيف من الآلام التي كان هو يثيرها، وكأنه يتلدد بزيادة حدتها. أولغا، انظري، إن كانوا قد حضروا شرابا عمنا. فخرجت أولغا ولبث بيير ينتظر بورها، ثم انحنى للشقيقتين وهو ينظر إليهما وقال: سأبقى في غرفتي ولكما أن تبلغاني عندما يتيسر لي أن أراه. وانسحب من البهو تشيعه ضحكة من ذات الخال المجلجلة التي كانت رغم قوتها تعبر بكتومة مراعاة للظرف الدقيق المحيط بصاحبتها، تلك الجنية التي لا تعرف غير المرح. وفي اليوم التالي وصل الأمير فاسيلي وأقام عند الكونت، فاستقدم بيير وقال له: يا عزيزي بيير، إذا تصرفت هنا كما تصرفت في بيترسبورغ فإن نهايتك ستكون سيئة. هذا كل ما أود أن أقوله لك، إن الكونت مريض، بل مريض جدا، فلا تحاول أن تراه أو أن تتصل به. ومنذ تلك اللحظة لم يعد أحد يهتم ببيير الذي لزم جناحه في الطابق الثاني من الفندق، حيث دخل بوريس عليه. كان بيير يدرع غرفته بعصبية وانفعال، فيتوقف حينا في إحدى الزوايا ويحدق من فوق نظارتيه في الجدار أو يبارز بذراعه عدوا غير منظور، وكأنه يشطره بسيف إلى الشطرين، ثم يعود إلى مشيته التي تتخللها حركات عنيفة من الذراعين وهزات من الكتفين
وكلمات متفككة لا ارتباط بينها. كان يقول مشيرا بأصبعه إلى لا شيء، وكأنه يهدد عالما خفيا وهو مقطب الحاجبين. لقد عاشت بريطانيا وحكم على بيت بوصفه خائنا للأمة وحقوق الأشخاص به. كان يتخيل نفسه في تلك اللحظة نابليونا حقيقيا، نابليون بالذات، سيد لندن بعد اجتياز البادوكالي إلى بريطانيا في تلك المحاولة الخطيرة، والحكم على بيت بعقوبة لم يجد وقتا لتحديدها، لأنه توقف عندما رأى ضابطا شابا مهيب الطلعة يدخل إلى غرفته فجأة. لم يعرف بوريس للوهلة الأولى، لأنه تركه غلاما يافعا في 14 من عمره فنسيه تماما. مع ذلك فقد استقبله مصافحا ببشاشة، وهو يبتسم له ابتسامة ود مدفوعا بطيبة نفسه الفطرية التي تجعله ينظر إلى كل الناس من زاوية بريئة مرحة. قال بوريس بلهجته المتزنة وهو يقابل ابتسامته بمثلها: هل تذكرني؟ لقد جئنا أمي وأنا لنقدم تمنياتنا بالشفاء للكونت، لكن صحته ليست على ما يرام كما يقولون. فأجاب بيير وهو يتساءل عبثا: أين ومتى؟ ومتى رأى هذا الشاب من قبل؟ نعم، إن صحته كما يبدو ليست على ما يرام، إنهم يزعجونه غالبا. أدرك بوريس أن بيير لم يعرفه، مع ذلك فقد ظل ينظر في عينيه دون أي ارتباك ودون أن يقدم نفسه إليه. قال بعد فترة صمت طويلة: أزعجت بيير، إن الكونت روستوف يدعوك لتناول طعام العشاء عنده بعد قليل. فهتف بيير مسرورا: آه، الكونت روستوف، إنك إذن إيليا ابنه. تصور أنني لم أعرفك للوهلة الأولى. هل تذكر نزهاتنا على جبل العصافير مع السيدة جاكو؟ إن الأمر ليس قديم العهد، أجابه بوريس بهدوء، وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة مواسية لا تخلو من طبع السخرية. إنك تخطئ، إنني بوريس ابن الأميرة آنا ميخايلوفنا دوروبوتسكوي. أما روستوفي الشاب فاسمه نيكولاي، وأما إيليا فهو أبوه، وأنا لم أعرف السيدة جاكو من قبل. انتفض بيير وراح يلوح بيديه بالتراب، وكأنه يطرد جماعة نحل أو ذباب تجمع حوله، وأرتج عليه لحظة ثم قال: آه وحي، إنني أخلط بين الأشياء، إن لي عددا كبيرا من الأقارب والمعارف في موسكو. إنك إذن بوريس، لا بأس، لقد اتفقنا، حدثني عن رأيك في غزوة بولونيا. إن الإنجليز لم يصمدوا طويلا إذ تخطى نابليون بحر المانش، أليس كذلك؟ أعتقد أن المسألة ممكنة التنفيذ شريطة ألا يرتكب فيلنوف حماقات وأخطاء. كان بوريس لا يقرأ الصحف، لذلك كان لا يعرف شيئا عن غزوة بولونيا، ويجهل حتى مؤدى اسم فيلنوف. قال بلهجته الهادئة الهازئة: إن الحفلات والولائم تشغلنا هنا أكثر مما تشغلنا السياسة، لذلك فإنني لا أستطيع أن أكون رأيا بصدد قضية أجهلها. إن موسكو مدينة الثرثارين قبل كل شيء، إنهم لا يتحدثون الآن إلا عن الكونت وعنك. إن النميمة طبع متأصل في النفوس. ابتسم بيير ابتسامته البريئة الصريحة. كان ينتظر أن يحدثه بوريس بكلمات قاسية يندم على قولها، غير أن بوريس نطق بكلماته بصوت واضح جاف، وهو لا ينأى يحدق في عيني بيير بجرأة، وأستطرد بقول: نعم، إن الترترة عمل الموسكوفيين الوحيد، إنهم يتساءلون الآن لماذا سيترك الكون ثروته ولمن، رغم أنه قد يعيش حتى بعد أن نموت نحن، وهو الأمر الذي أتمناه من كل قلبي. قال بيير وهو يزداد خوفا من أن ينزلق بوريس في منحدر خطر عسير لا يجد منه خلاصا. نعم، إن كل هذا مزعج وأليم، أضاف بوريس معقبا وقد احمر وجهه قليلا دون أن تتبدل لهجته أو أن يتغير أسلوبه. يمكنك أن تصدق أن كل الناس يأملون في أن ينالوا نصيبا من ثروته،
بل إن عددا منهم قد أصبحت الفكرة لديه ثابتة عالقة. فردد بيير في سره: ها قد وقع المحظور. بينما أضاف بوريس: أود بهذه المناسبة أن أبلغك تفاديا لأي سوء تفاهم أنك تخطئ خطأ فادحا إذ وضعتنا أمي وأنا في عداد هؤلاء الناس الذين حدثتك عنهم. إننا فقراء جدا، لكنني أستطيع أن أؤكد لك باسمي على الأقل أنني لا أعتبر نفسي قريبا لأبيك لمجرد كونه من ذوي الغنى والثراء، وإننا لا أمي ولا أنا لا نستجدي ولا نتقبل شيئا من أحد. لبث بيير برهة قبل أن يستوعب غاية الشاب من حديثه، فلما استوعبها اندفع من مجلسه على الأريكة وأمسك برسخ بوريس بحماسته الخرقاء المعروفة عنه، وقد احمر وجهه حتى فاق تدرجه اللون الذي اصطبغ به وجه محدثه، وغمغم يخجله بكل غضب: ولكن ماذا؟ هل حقيقة أنني؟ من الذي يفكر في هذا؟ إنني أعرف تماما. كان بيير يهدف إلى طمأنة بوريس وتهدئة خاطره، غير أن هذا قطعه ليهدئ من ثرثرته بقوله: إنني مسرور لأنني قلت لك ما قلت، فاعذرني إذا بدا لك قولي مزعجا. أمل ألا أكون قد جرحتك أو أهنتك، إن مبدئي هو التحدث أبدا بكل صراحة. حسنا، أي جواب أحمله إلى آل روستوف؟ هل سنقبل دعوتهم؟ استعاد بوريس هدوءه وبشاشته بعد أن تخلص من واجب شاق أداه، وأحسن تصرفا في إيضاح اللبس الذي قد يحيط به في بال الآخرين. قال بيير وقد استعاد بدوره اتزانه بعد جهد: أصغ إلي، إنك مدهش، إنما قلته لي منذ حين جيد ومقبول. إنك لا تعرفني دون شك، لقد انقضى زمن طويل لم نرى بعضنا خلاله، زمن يعود إلى الطفولة، لذلك فقد كان بمقدورك أن تعتقد أنني أفهمك، أنني أفهمك تماما. صحيح أنني ما كنت لأتصرف على هذا النحو لأن الشجاعة الكافية تعوزني، لكنني مع ذلك راض عما قلته وسعيد بمعرفتك. إن ما حدثته بصدد قريب وغريب. صمت بورها ثم أرجف ضاحكا: إن هذا غير مفهوم وغير مهم، سوف نتعرف مستقبلا بشكل أوضح. وضغط على يده بشدة وأعقب: أتدري أنني لم أرى الكونت بعد؟ لم يستدعيني رغم أن حالته الصحية تقلقني وتزعجني كثيرا، لكن ما العمل؟ سأل بوريس وهو يضحك: إنك تعتقد إذن أن اجتياز بحر المانش من قبل نابليون أمر ممكن؟ أدرك بيير أن بوريس يغير الحديث ويوجهه وجهة أخرى، ولما كان الموضوع الذي تطرق له يستأثر بكل اهتمام وميله، فقد راح يشرح مساوئ المحاولة ومحاسنها شرح الخبير المتعمق. وجاء خادم من طرف الأميرة يستدعي بوريس، فوعده بيير قبل ذهابه أن يحضر مأدوبة روستوف ليتاح له الاختلاط به، وشد على يده مصافحا وهو ينظر إليه خلال نظارتيه بتودد وألفة. فلما غادر بوريس عاد بيير يدرع الغرفة جيئة وذهابا، لكنه بدلا من أن يحارب خصوما مجهولين ويقاتلهم، كان يبتسم مبتهجا لذكر الشاب البهي الطلعة الذي تتساوى بداهته بطلاقة لسانه واتزانه، وراح يكرر في نفسه شأن كل الشباب عندما يناقشون في خلواتهم آراء عرضت لهم: رغبته في أن يصبح صديق بوريس استجابة للشعور الذي أحس به نحوه والذي كان يلح عليه بالتقرب من الضابط الشاب. وبينما كان بيير يناقش نفسه على ذلك الشكل، كان الأمير فاسيلي يشيع الأميرة وهي تجفف دموعها بمنديلها وتقول إنه أمر مريع مفزع، لكنني سأقوم بواجبي مهما كلفني القيام به من جهد. سأسهر عليه عندما يقتضي الأمر السهر، إذ لا يمكن أن ندعه يقضي دون أن يعترف. إن اللحظات ثمينة جدا،
ما الذي تنتظره الأميرات؟ لعل الله يلهمني سبيل إعداده لملاقاته. وداعا يا أميري، وليساعدك الله. الوداع يا سيدتي الطيبة. وغادرها الأمير وكر عائدا إلى جناحه. وبينما كانت تصعد إلى العربة مع ابنها، راحت تحدثه قائلة: إنه في حال مؤلم محزن، إنه لا يستطيع التعرف على أحد تقريبا. سألها بوريس: أود أن أعرف النوايا المبيتة نحو بيير بدقة، لأنني لا أعي من الأمر شيئا. ما هي الترتيبات المنوى اتخاذها بشأنه؟ إن الوصية ستطلعنا على كل شيء، إن مصيرنا كذلك متوقف عليها. لكن ما الذي يدعوك إلى الاعتقاد بأنه سيترك لنا شيئا في وصيته؟ آه يا صديقي، إننا في فقر مدقع، وهو في غنى وثراء واسعين. لكن هذا لا يفسر الأمر، إنه ليس سببا كافيا يا أمي العزيزة. فتنهدت الأميرة ورددت: آه يا رب، كم هو في حالة مزرية يا إلهي. الصداقة القديمة. بعد ذهاب أنا ميخايلوفنا وولدها، بقيت الكونتيس تروستوف فترة طويلة واحدة في البهو، غارقة في تفكير عميق، ولم تلبث أن حزمت أمرها على شيء فقرعت الجرس، غير أن الوصيفة أبطأت في المتول بين يديها. ما أسخطها وأثار حفيظتها، فلما كررت القرع ودخلت الوصيفة صاحت بها: ما معنى هذا يا عزيزتي؟ إذا شئتم أن لا تقوموا بواجبكم فسأعرف كيف أجد لكم مكانا آخر. كانت الكونتيست متوترة الأعصاب، متألمة لحال صديقتها الأميرة وفقرها المخجل. وكانت دلائل سخطها وثورتها تتجلى في أسلوب كلامها مع خادمتها، لغة الجمع وفي إضفاء لقب عزيزتي عليها. قالت الوصيفة معتذرة: أرجو أن تغفر لي سيدتي، أطلبي إلى الكونت أن يتفضل برؤيتي. جاء الكونت بعد قليل يتأرجح في مشيته كعادته، وعلى وجهه أمارة الجد والاهتمام. ابتدرها بقوله: أهين يا عزيزتي الكونتيست الصغيرة، يا للطعام الفخر الذي سنقدمه، لقد تذوقته بنفسي. لقد أحسنت صنعا بإعطائي تشارلز ألف روبل، إنه يستحقها. جلس قرب زوجته واعتمد بمرفقيه على ركبتيه وقال: ماذا تريدين؟ ماذا تريدين يا عزيزتي الكونتيست الصغيرة؟ حسنا، إليك ما أريد. وابتسمت وهي تشير بسبابتها إلى صدار زوجها وقالت: ما هذه اللطخة التي على صدارك؟ أتمنى أن تكون من مرق الطعام. وعاد الحزن يسدل نقابه على وجهها، فأعقبت: إليك ما أريد، إنني في حال في حاجة إلى مال. فأخرج الكونت حافظة نقوده وقال: حالا حالا، آهن أيتها الكونتيست الصغيرة. غير أن الكونتيست الصغيرة قطعته قائلة: إنني في حاجة إلى أكثر من المبلغ المعتاد، إلى 500 روبل. وراحت تدلك بمنديلها الحريري اللطخة التي على صدار زوجها، فهتف: فورا يا عزيزتي في الحال. وصاح شأن من تعود أن يهرع الناس تلبية لأول نداء يصدر عنه: اسمعوني، ليأتي أحد ابعثوا لي في طلب ميتيا. ودخل ميتيا بخطواته الخفيفة، وكان فتى فقيرا تعهده الكونت وأقامه أمينا على بيته. فقال له الكونت: اسمع يا عزيزي، ائتيني بي. وراح يفكر برها: بكم؟ ب700 روبل. نعم، ب700 روبل. واحذر أن تكون أوراقا ملطخة أو ممزقة كما حدث في المرة الأولى، أريدها جديدة كل الجدة لأنها للكونتيس. فأعقبت الكونتيس وهي تزفر زفرة حرة: نعم، أرجو ذلك يا ميتيا، اعمل على أن تكون جديدة ونظيفة. سأل ميتيا: متى تريديها يا صاحب السعادة؟ ولما رأى أن الكونت بدأ يتنفس بصعوبة وهو ندير غضبه، استطرد يقول مستدركا: لا تنزعج، لقد أسأت الفهم، إنك تريدها فورا، أليس كذلك؟ نعم نعم، أحضرها وأعطيها للكونتيس. مضى ميتيا بخطواته المتلصصة الخفيفة. فقال الكونت بعد خروجه:
يا له من كنز نفيس، إنه يعرف دائما كيف يتدبر الأمر. إنني أكره أن يعترضني معترض، لأنني أعتقد أن كل شيء يمكن تنفيذه حين تتوفر الرغبة الصادقة. قالت الكونتيس: آه من المال يا كونت، كم يسبب المال آلاما في هذا العالم. ليس كتدري مبلغ حاجتي إلى هذا المبلغ. فقال الكونت وهو يقبل يد زوجته قبل أن يعود إلى مكتبه: نعم يا عزيزتي الكونتيست الصغيرة، إننا نعرف جودك وكرمك. ولما عادت أنا ميخايلوفنا من زيارتها للكونت بزخوف، كان المبلغ قد أصبح في حوزة الكونتيست، وقد وضعته على نضد قريب وغطته بمنديلها، غير أن انفعال الكونتيست واضطرابها لم يخفيا على عيني أنا ميخايلوفنا الفاحصتين. وسألت الكونتيس: ما الأخبار يا عزيزتي؟ آه، من الحال السيئة التي بلغ إليها إلى حالته شديدة السوء، حتى إنني لم أستطع البقاء إلا دقيقتين، لم أحدثه خلالهما إلا بكلمتين. مدت الكونتيس يدها إلى النضد فجأة وقالت: أنيت، بحق السماء لا ترفضي. تدرج وجهها بلون أرجواني يناقض خطورة تقاسيمها المهزولة التي عملت بها يد السنين تخديدا وترميما واضحين. فهمت أن ميخايلوفنا غاية صديقتها فانحنت تتحين الوقت المناسب لترتمي على عنقها لتقبله، وقالت الكونتيست: قدم المال إلى بوريس من جانبي ليعد تجهيزاته. بكت أن ميخايلوفنا وهي تعانق الكونتيست فشاركتها هذا البكاء. التنين الرهيب. في البهو الكبير كان عدد من المدعوين يحيط بالكونتيست روستوف وبناتها، وكان الكونت قد اصطحب الرجال إلى مكتبه ووضع رهن تصرفهم مجموعته الثمينة من الجالايين، وكان يخرج من حين إلى حين ليسأل عما إذا كانت هي قد وصلت. كان آل روستوف ينتظرون مقدم ماريا ديميتريفنا أخروسموفا الملقبة بالتنين الرهيب، وهي امرأة عديمة الثراء والألقاب، لكنها استطاعت أن تشق لنفسها طريق الشهرة بفض صراحتها المخيفة وبدانتها. كانت ماريا هذه معروفة من الأسرة المالكة وفي موسكو كلها وبيترسبرغ، وكانت تروى عنها أقاصيص في المدينتين تجعل الناس يعجبون بها ويسخرون منها سرا ويقدرونها ويهابونها دون أن يجدوا جرأة في مواجهتها بسخريتهم. كان الرجال يتحدثون عن الحرب في مكتب الكونت الحابق بدخان التبغ. كانوا يعرفون أن الحرب قد أعلنت رسميا، غير أن أحدا لم يقرأ بهذه الصيغة الرسمية لإعلانها. وكان الكونت جالسا على أريكة شرقية بين اثنين من المدخنين، لا يدخن ولا يتحدث، بل يلتفت تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار، ويراقب مدعويه بسرور واضح ويصغي إلى مناقشاتهم بانتباه واهتمام ليرى مآل الأمر بينهم استعدادا لإثارة نقاش جديد عند صدور أول بادرة تهدد بخفوت احتدام النقاش. كان أحد الاثنين الجالسين عن جانبيه مدنيا ذا وجه صفراوي أصلع مجعد الوجه ذا منهر أنيق رغم تقدمه في السن، وكان يجلس على الطريقة الشرقية وكأنه في بيته، وفي زاوية فمه مبسم سجائر من الكهرمان يجذب خلالها أنفاسا متلاحقة وهو يغمز بعينيه. وكان هذا الرجل واحدا من أبناء عم الكونتيست، اسمه تشين تشين، وهو عازب عجوز يعتبر من أندية موسكو لسانا سليطا مسلطا. وكان الكونت ينظر إليه نظرة توحي بتفوقه على محدثه الآخر الذي كان ضابطا في الحرس، ناظر الوجه مورد الوجنتين شديد التأنق والترفع، معنى كل العناية بهندامه ومظهره، يمسك بقيلونه في منتصف فمه. كان هذا الزائر هو الملازم بيرج من فيلق سيميونوفيسكي الذي كان عليه أن يلتحق بالجيش مع بوريس، والذي كانت ناتاشا تسميه خطيبة فيرا إمعانا منها في إثارة حفيظة أختها الكبرى. كان الكونت كله آذانا صاغية وعيونا ناظرة، وكان أجمل ما يستأثر بانتباهه
بعد لعب الورق هو الإصغاء إلى حديث المتناقشين، خصوصا عندما يكون سبب إثارة اثنين من أبلغ المحدثين. قال تشين تشين بلهجته الساخرة: إذن يا فتاي الطيب يا ألفونس كاريليتش شديد الإقدام، إنك تتوقع أن تنقطع إيرادات على حساب الدولة، وأقصد أنك تود الاستثارة بربح على حساب غيرك. كان تشين تشين يجمع بين الكلمات القروية العامية في الروسية وبين العبارات المنطقة باللغة الفرنسية، وكان أسلوبه في الحديث يمتاز بطابع السخرية. فأجابه الملازم بيير: كلا بيوتر نيكايلوفيتش، إنني أزعم فقط أن سلاح المدفعية يعطي فوائد جمة تفوق ما يعطيه سلاح الفرسان. خذ حالتي مثلا. كان بيير يتحدث أبدا بلهجة دقيقة متزنة شديدة التهذيب، لكنه لا يتحدث إلا عن نفسه. فإذا دار الحديث حول مواضيع أخرى لا علاقة لها به، صمت هادئا لا يبدي أو يحدث حوله أي امتعاض، ولو استمر على سكوته ساعات طويلة. أما إذا كانت شخصيته موضوع الكلام والبحث، فعندئذ يستفيض ببلاغة واسترسال وطلاقة، والسرور باد على محياه. إنني في حالتي يا بيوتر، لو كنت مثلا في سلاح الفرسان وفي رتبة الحالية كملازم، فإنني ما كنت لأتقاضى أكثر من 200 روبل كل 3 أشهر، بينما يزيد مرتبي حاليا في سلاح المدفعية على 230 روبلا. وأشفع عبارته بابتسامة وديعة وجهها إلى تشين تشين والكونت. شأن الرجل الذي لا يشك أبدا في أن خصوصياته لا تشكل أقصى رغبات خصومه من بين البشر. فعاد بعد فترة صمت يتابع حديثه قائلا: أضف إلى كل ما قلته أنني بانضمامي إلى سلاح الحرس أكون مرموقا، وتكون المراكز الشاغرة أكثر حدوثا مما هي عليه في سلاح المدفعية. ثم ألا ترى يا بيوتر أنني ما كنت لأستطيع شيئا ب230 روبلا لو كنت في سلاح الفرسان. أما في وضعي الحالي فإنني أدخر مرتبي بل وأرسل منه إلى أبي. غمغم تشين تشين وهو ينقل مبسمه إلى زاوية فمه الأخرى، وهكذا يتم التوازن. إن المثل يقول إن الألماني ينسج الحرير من سوق القمح. وخمز بعينيه للكونت فانفجر هذا ضحكا، وهرع عدد آخر من المدعوين اجتذبهم مرح تشين تشين وحماسته. أما بيرج فإنه لم يعبأ بالسخرية ولا بفطور المستمعين، بل ازداد انطلاقا في حديثه، وراح يؤكد أن انتقاله إلى سلاح الحرس أكسبه مرتبة تفوق وتفوق بها على أقرانه، وأنه في أوقات الحرب يكون قائد السرية شديد التعرض للخطر، وبذلك تتاح له أي بيرج إمكانية الارتقاء إلى رتبة رئيس بوصفه أقدم ملازم في الفرقة. هذا إلى جانب الحب الذي يتمتع به من أفراد الفيلق كافة، ورضا أبيه عن وضعه الحاضر. وكان بيرج وهو يصرح بكل هذه الأمور يشعر بمرح حقيقي وسرور شديد، كان يجعلانه مرتبا في أن يكون للآخرين من بني الإنسان مصالح غير مصالح خاصة. مع ذلك فقد كانت لهجته الرقيقة المتزنة بالإضافة إلى أنانيته الساذجة تخفف عن غلو المستمعين. أنزل تشين تشين قدميه على الأرض وتناهض وهو يقول لبيرج مربتا كتفه: حسنا يا فتاي الطيب، هناك شيء واحد أثق به وأتأكد منه، وهو أن بمقدورك أن تفتح لنفسك الطريق سواء كانت في المشاة أو الخيالة. طفح وجه بيرج بالسعادة بينما راح الكونت ومدعووه يغادرون المكتب للانتقال إلى البهو. بلغ المدعوون تلك الفترة التي تسبق اقتراب موعد تقديم الطعام، والتي جرت العادة على أن لا يثيروا خلالها مناقشات طويلة، بينما يحاولون التظاهر بأن سكوتهم وجمودهم لا يرجعان إلى لهفتهم على الانتظام حول المائدة. كان المضيفون ينظرون إلى باب البهو ويتبادلون النظرات بين الحين والآخر، بينما يحاول المدعوون جاهدين معرفة سبب التأخير.
وهل ما رده انتظار أصحاب الدعوة لوصول قريب رفيع المقام أو تمهلهم ريثما ينضج لون معين من الطحام تأخر الطهاة في تحضيره. دخل بيير في تلك اللحظة بالذات ومضى يجلس بتصرفه الفوضوي على مقعد في منتصف البهو معرقلا بجلوسه عليه سير المدعوين وانتقالهم. حاولت الكونتيست أن تدخل معه في حديث لكنه أجاب على كل أسئلتها بكلمات قليلة مقتضبة وهو يسرح حوله الطرف من وراء نظارته باحثا بنظرة ساذجة عن شخص محدد. فسبب تصرفه هذا تشويشا عاما شعر به كل الحاضرين باستثنائه هو. كان كل المدعوين يتأملون بفضول ذلك الفتى الوديع ويتساءلون كيف استطاع متثاقل مثله أن يعتدي بالضرب على ضابط شرطة. سألته الكونتيست: هل وصلت لتوك؟ فأجابها وهو ينقل بصره في زوايا البهو: آه نعم يا سيدتي. ألم ترى زوجي بعد؟ أجابها بابتسامة في غير موضعها: كلا يا سيدتي. لقد عدت من باريس على ما أعتقد، إنه لأمر مثير أليس كذلك؟ كل الإثارة. فهمت أنا ميخايلوفنا وفهمت من النظرة التي خصتها بها صديقتها أنها تستنجد بها لتحل عقدة لسان هذا الشاب، فاقتربت من بيير وراحت تسأل عن أبيه، لكنها كما كان حال الكونتيست لم تظفر منه إلا بأجوبة قصيرة ملتبسة. وكان المدعوون يثرثرون بينهم فيعلو لغتهم تارة ويخفت تارة أخرى ويصغي المرء إلى آل رازوموفسكي. لقد كان ذلك رائعا. إنك ذات فضل. إن الكونتيست أبراكسين تتردد على ألسنة المتحدثين. وفجأة نهضت الكونتيست وانتقلت إلى صالة الرقص. سمع صوتها وهي تسأل: ماريا ديمدريفنا؟ وصوت آخر عاليا يجيب: هي بذاتها. ودخلت ماريا ديمدريفنا إلى البهو. نهضت كل الشابات والسيدات ما عدا المسنات منهن لاستقبال الداخلة عليهن. وقفت ماريا على عتبة الباب وراحت ترشق الحشد بنظرة مترفعة وهي تسوي كميها بتودة وكأنها تريد حصرهما عند ذراعيها. كانت ضخمة الجثة متينة التكوين، يشمخ رأسها باعتداد واعتزاز بخصلات الشعر الأصهب الذي تكلله. قالت بصوت جهير سادة على ضجيج منبعث: عيدا سعيدا لسيدة الدار وأولادها. وأردفت بالروسية التي لا تعرف لغة سواها تخاطب الكونت الذي كان يقبل يدها: وأنت أيها الفاسق العجوز، إنك متبرم بالحياة في موسكو، أليس كذلك؟ إنك لا تجد كلابا تضنيها بالصيد والقنص، لكنك يا صديقي لن تستطيع إلا أن تقبل الواقع، لأن عصافيرك تنمو. وأشارت بيدها إلى الفتيات الصغيرات: فإذا شئت أم أبيت فإنه يجب عليك أن تجد لهن أزواجا. والتفتت إلى ناتاشا التي كانت تقترب منها بجرأة لتقبل يدها وقالت: أوه أهدي أنت أيتها القوقازية؟ وراحت تمسد بيدها على شعرها ملاطفة وهي تناديها بكلمة قوقازية التي درجت على إطلاقها عليها وعقبت: إنك مجنة يا فتاة، لكن ذلك يرضيني. وأخرجت من حقيبة يد ضخمة قرطين ذهبيين مصنوعين على شكل إجاصة فأعطتهما لناتاشا التي طغى الفرح على وجهها فأشرق واصطبغ بحمرة السرور والخجل. ثم استدارت تخاطب بيير مضيفة على صوتها نبرة مرحة لا تتفق مع لهجته: آه تعال هنا أيها الشجاع، تعال إلي أيها العزيز. وشمرت عن كميها بحماسة وعادت تخاطب بيير الذي خطى نحوها بضع خطوات وهو ينظر إليها ببراءة خلال نظارتيه: اقترب اقترب أيها الباسل القوي. لقد كنت الوحيدة التي قالت لأبيك كل حقائقه عندما كان في أوج جباروته وسلطته، فلا تنتظر مني أن أرتبك في حضرتك. وصمتت صمتا لم يجرؤ أحد على قطعه لأن الموجودين أدركوا من سياق حديثها أنها تفوهت به حتى الآن ليس إلا استهلالا لما بعده. أردفت بسلطة لسانها تقول: يا للفتى الوديع،
لا عمري، إنه أمر مخجل. إن أباه على فراش الموت، والسيد يلهو ويعبث ويتسلى بشد وثاق ضابط الشرطة إلى ظهور الدببة. إنه مخجل يا فتاي، مخجل مخجل. يستحسن أن تنخرط في الجندية. وأدارت له ظهرها وقدمت ذراعيها إلى الكونت الذي كان يجد صعوبة في كتم ضحكته، وقالت مستطردة: حسنا، لقد اقتربت ساعة الطعام، ألا تعتقد؟ صارت مع الكونت في الطالعة، تتبعها الكونتيست متأبطة ذراع زعيم في الجيش، وهو شخصية لها خطورتها لأن نيكولاي كان سيلتحق بفيلقه تحت إمرته. وجاءت آنا ميخايلوفنا برفقة تشينتشين وبيرج مع فيرا، بينما كان نيكولاي يرافق جولي كاراجين التي كانت مشرقة الوجه بالابتسام، وتبعتها أزواج أخرى على طول قاعة الرقص. أما الأولاد ومعلموهم والمربيات فقد جاءوا في نهاية الرتل دون ترتيب ولا انسجام، وهرع الخدم وصدحت الموسيقى بينما أخذ المدعوون أمكنتهم وسط ضجيج المقاعد الذي أعقبه السكون. وتشاء الظروف أن يكون نيكولاي بعيدا عن سونيا يتحدث مع جولي كاراجين وعلى وجهه تلك الابتسامة المغتصبة. وعلى الرغم من أن سونيا كانت تتظاهر بالابتسام هي الأخرى، فإن الغيرة كانت تنهش قلبها، فكانت تشحب وتحمر طورا فطورا وتحاول التقاط نتفين من حديثها. أما المربية فكانت تحضن الأطفال بنظرة قلقة وهي على استعداد للانقضاض على أي منهم إن جرؤ على مقاومة رغبتها. وكان المعلم الألماني يحاول بمشقة كبيرة أن ينقش على لوح ذاكرته أسماء الأطعمة والخمور التي تقدم على المائدة، ليتسنى له وصف كل ذلك بأدق تفاصيله في رسالته المقبلة التي سيرسلها إلى ذويه في ألمانيا. فلما مر رئيس الخدم وراءه حملا زجاجته الملفوفة بالمنشفة دون أن يصب في قدحه منها، شعر بجرح في كرامته لأنه أسيء فهمه، فهو لم يكن يريد الخمر لإرواء عطشه أو لإشباع جشعه، بل كان يود تذوق كل الأنواع إرضاء لرغبة الاطلاع. الفتاة العابثة. كان الحديث على المائدة يزداد تأججا في زاوية الرجال، وكان الزعيم يؤكد أن الحرب قد أعلنت رسميا في بيترسبورغ، وأن نسخة من مرسوم إعلان الحرب قد أرسلت بالبريد إلى حاكم موسكو العسكري، وأنه اطلع على تلك النسخة بنفسه. هتفت تشين تشين: هل تستطيع أن تحدثني بالسبب الذي من أجله نعلن الحرب على بونابارت؟ أي شيطان أتيم يدفعنا إلى إعلانها؟ لقد أخمد من قبل ثورة النمسا، وأخشى أن يكون دورنا قد جاء. استاء الزعيم وهو ألماني مديد القامة متين البنيان مضرج الوجه عسكري غيور ووطني لمزاعم تشين تشين، فأجابه قائلا بلكنة أجنبية ظاهرة على مخارج كلامه: لأي سبب يا سيدي العزيز؟ إن الإمبراطور يعرف السبب. إنه يقول في بيانه إنه لا يستطيع البقاء متفرجا على الأخطار التي تهدد روسيا وتحيق بها، وإن سلامة الإمبراطورية وكرامتها وصحة التعاقد والارتباطات. وضغط على هذه الكلمة وكأنه يشير إلى أنها تتضمن مفتاح السر، ثم راح بذاكرة الرجل الرسمي التي لا تخون. يتلو المقطع الأول من البيان: ورغبة الإمبراطور المقررة في تحقيق السلم في أوروبا على قواعد متينة دفعته إلى إرسال جزء من الجيش خارج الحدود الروسية، والارتباط بتعاقد جديد لينفذ رغباته وأهدافه. وأضاف قائلا: هذا هو السبب يا سيد العزيز. ونظر إلى الكونت منتظرا موافقته على قوله، وأفرغ محتوى قدحه في جوفه بأسا، وأجاب تشين تشين وهو يزوي وجهه: هل تعرف المثل القائل من الخير أن يعني المرء بملفوفه على أن يصاب بالنوائب والمصائب؟ إن هذا المثل ينطبق علينا انطباقا كليا. لقد كان سوفوروف جبارا قويا، ومع ذلك فقد هزم هزيمة نكراء. فأين نحن الآن من سوفوروف؟ وأين مثله بيننا؟
إنني أتساءل وأسألك الجواب. كان تشين تشين كعادته يقفز من الفرنسية إلى الروسية وبالعكس، أجابه الزعيم وهو يضرب المائدة بقبضته. ينبغي أن نحارب حتى آخر نقطة من دمائنا، وأن نموت في سبيل إمبراطورنا إذا لزم الأمر، وأن نناقش الأمور على أضيق مدى ممكن. وضغط كذلك على المقطع الأخير وأردف مكررا، نعم على أضيق مدى ممكن، وعندئذ سيسير كل شيء على ما يرام، أليس كذلك؟ وراحت عينا تبحثان من جديد على موافقة الكونت وتأييده، ثم استطرد قائلا: إننا معشر الجنود القدامى نفكر بمثل هذه العقلية فقط، فما رأيك أيها الجندي الشاب الغض الإهاب؟ كان السؤال الأخير موجها إلى نيكولاي الذي ما إن شعر بأنهم يتحدثون عن الحرب حتى أغفل صديقته واندفع بكل حواسه مصغيا إلى ما يدور من حوار حول هذا الموضوع. قال مجيبا على السؤال بحماسة: إنني في رأيك تماما. ثم أزاح الصحافة والأقداح من أمامه بجرأة الرجل الذي يتهدده خطر ماحق، وأضاف: نعم إنني مقتنع بأن على الروس إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا كراما. كان يعبر بالعبارة الطنانة شديدة الواقع في ذلك الجو، لكنه شعر بعد فوات الأوان أنها لا تنسجم معه كما لاحظ المدعوون، لذلك فقد بدا عليه الارتباك. فقالت جارته جولي تؤيده: إن ما قلته لرائع بديع، أما سونيا فإنها عندما سمعته يتكلم على ذلك النحو اقشعر جسمها وتدرج وجهها حتى إن عنقها لم ينجي من تأثير القشعريرة وغدا أرجوانيا. وكان بيير يصغي إلى آراء الزعيم فأيده بإشارة من رأسه وقال: إنه لعمري لرأي سديد ناضج. بينما هتف الزعيم وهو يضرب المائدة بقوة وشدة فقط ما بدر منه في المرة الأولى: إنك جندي حقيقي أيها الشاب، غير أن صوت ماريا ديمتريفنا الخفيض ارتفع فجأة من طرف المائدة إلى الآخر مجلجلا، فقالت تسأل العسكري الكبير: ما هذا الصخب؟ لما تضرب على المائدة؟ مع من تظن نفسك الآن؟ هل تعتقد أنك أمام الفرنسيين في هذه اللحظة؟ فأجاب الزعيم باسما: إنني لا أقول غير الصدق. وهتف بها الكونت من مكانه موضحا: كنا منهمكين في التحدث عن الحرب يا ماريا ديمتريفنا، ذلك لأن ابني سيشترك فيها، هل تفهمين؟ ابني، نعم نيكولاي. فأجابت ماريا ديمتريفنا بصوت بلغ ركن القاعة الأقصى دون أن ترفعه: وماذا في ذلك؟ إن لي 4 أولاد في الجيش، مع ذلك لست أبكي من أجلهم، لأننا جميعا بين يدي الله، فهنا يموت حي وهو على فراشه، وهناك يحارب بعضهم دون أن يصاب بأي أذى، وهكذا. دون شك دون شك. وبعد هذا الفصل عاد كل من الفريقين إلى حديثه الخاص دون أن يعبر ما يقوله الآخر التفاتا ودون أن يعيره أي اهتمام. وفي تلك اللحظة كانت ناتاشا تنظر إلى أخيها متحدية وهو يقول لها: لن تجرؤي على طرح السؤال. كلا لن تجرؤي. وكانت تجيبه مصرة معتدلة بنفسها: بل أجرؤ. وأشرق وجهها بتصميم جريء طاغ، فنهضت وألقت نظرة على بيير تدعوه للإصغاء إلى ما ستقول، ثم التفتت إلى أمها وقالت بصوتها الصبياني محاولة اجتذاب انتباه أمها والسامعين: أمه. سألتها الكونتيست مذعورة: ماذا ذهاك؟ ماذا هناك؟ لكنها لما قرأت على وجه ابنتها بوادر محاولة ماكرة خبيثة نظرت إليها بصرامة ودعتها إلى الصمت بحركة من يدها، وأعقب ذلك صمت. لكن الصغيرة لم تلبث أن انطلقت تسألها بلهجة حازمة وكلمات متلاحقة: أمه، ماذا سيقدم لنا قبل انتهاء الطعام؟ لم تجد الكونتيست سببا للغضب، بينما رفعت ماريا ديمتريفنا أصبعها مهددة وقالت:
حذاري يا قوقازية، اهدئي. راح المدعوون ينظرون إلى الوالدين وموقفهما من سؤال ابنتهما ليتصرفا بما يتناسب المقام، فإذا غضبا أظهروا استياءهم وإلا ابتسموا مبتهجين. قالت الكونتيس: انتظري برها. ازداد صوت ناتاشا ارتفاعا وقد تأكدت أن رعونتها هذه لن تسبب لها أي عقاب. أمه، ماذا سيقدم لنا قبل انتهاء الطعام؟ كان بيتيا الضخم وسونيا لا يكادان يكبتان ضحكتهما، أما ناتاشا فقد قالت لأخيها باعتزاز وهي تطير التحديق في وجه بيير: ها قد سألتها. قالت ماريا ديمتريفنا مجيبة: ستقدم المثلجات لكنك لن تأكلي منها. ولما كانت ناتاشا متأكدة من أنها لن تعاقب، تجرأت على الصمود أمام التنين الرهيب بالذات فقالت: أي مثلجات يا ماريا ديمتريفنا؟ إنني لا أحبها مع الفانيلا، بل ستكون بالجزر. فصاحت العابثة بصوت أقرب إلى الصراخ: غير صحيح، أي نوع من المثلجات يا ماريا ديمتريفنا؟ أي نوع؟ أريد أن أعرف. انفجر السامعون بالضحك اعتبارا من ماريا ديمتريفنا نفسها. حتى الكونتيس التي كبتت ما في نفسها، ولم يكن جواب التنين المرعب هو الذي أثار تلك العاصفة الهوجاء من الضحك، بل كانت جرأة الفتاة الجريئة التي عرفت كيف تصمد أمام التنين بدون خوف هي السبب. ولما علمت أن المثلجات ستكون بالأناناس تظاهرت بالرضا، وطاف الخدم بالشامبانيا قبل تقديم المثلجات وعزفت الموسيقى نخبا آخر. فمضى الكونت إلى زوجته يعانقها، وجدد المدعوون تمنياتهم بمناسبة ذلك العيد، وفرغت الكؤوس وشربت الأنخاب، أنخاب الكونتيست والكونت وأولادهما. ثم عاد الخدم إلى النشاط وعلى صخب المقاعد، وارتفعت جلبتها وغادر المدعوون قاعة المائدة بالترتيب الذي انتهجوه عند دخولهم، مع فرق واحد هو أن وجوههم كانت متوردة من أثر الخمر المتعتقة الجيدة. وانتقلوا إلى البهو الكبير حيث مكث فيه الذين كانوا فيه من قبل، بينما قصد الرجال إلى مكتب الكونت ليستعيدوا أحاديثهم ما قبل المائدة. سونيا نصبت طاولة لعب ورق، انتظمت إلى جماعات وانقسم الموجودون بين البهو وغرف النوم والمكتبة. كان الكونت يمسك الأوراق في يده على شكل مروحة ويغالب النعاس الذي غلب عليه بحكم اعتياده على النوم بعد الطعام. واجتذبت الكونتيست الشباب والشابات إلى الأورغان والبيانو، فمضت جولي استجابة لرغبة الجميع تعزف على الأورغان قطعة متنوعات، ثم اتخذت مع الشابات ووجههن جميعا دعوتهن إلى ناتاشا ونيكولاي ليشتركا في غناء قطعة ما، نظرا لما عرف عنهما من ميلهما إلى الموسيقى وموهبتهما الطبيعية في هذا المضمار. شعرت ناتاشا بالاعتداد والفخر لأنها عملت معاملة الأشخاص الكبار ودعيت للغناء بالإجماع، لكنها مع ذلك أحست بشيء من الارتباك فسألت: ماذا سنغني؟ فأجابها نيكولاي: أغنية النبع. لا بأس، فلنبدأ. تعال يا بوريس إلى هنا. لكن أين سونيا؟ ولما رأت ناتاشا أن صديقتها اختفت هرعت تبحث عنها، فلما لم تحتر عليها في غرفتها ولا في غرفة الأولاد اعتقدت أنها ولا شك مختفية فوق الصندوق في الممشى. لقد جرت عادة فتيات آل روستوف الصغيرات على الانزواء فوق ذلك الصندوق كلما أردنا أن ينفثن عن كرب صدورهن، وقد صدق حدسها، إذ إن سونيا دون اعتبار ما قد يصيب فستانها الوردي الجميل الرقيق من ضرر، كانت مستلقية على صدرها على فراش من الزغب، مخطط قدر يعود للمربية موضوع فوق ذلك الصندوق، وقد دفنت وجهها بين يديها وراحت تبكي بكاء مرا اهتزت له كتفاها الدقيقتين العاريتين. تخلت ناتاشا عن بهجة العيد التي كانت تفيض على وجهها والتي لم تبارحها طيلة ذلك النهار، وشخصت عينيها وصارت رعشة في جسدها وهبطت زاوية فمها وهتفت: سونيا، ماذا أصابك؟
ماذا حدث بالله عليك؟ وراحت تنتحب بدورها كطفل صغير دون أي سبب إلا لأن صديقتها تبكي. ودت سونيا أن ترفع رأسها لتجيب على سؤال صديقتها، لكنها لم تجد القوة الكافية على رفع رأسها، فراحت تزيد في البكاء ممعنة في إخفاء وجهها. فجلست ناتاشا وهي باكية أيضا على الفراش الأزرق، واحتوت صديقتها بين ذراعيها. وأخيرا استعادت سونيا بعد شجاعتها، فتناهضت وراحت تمسح دموعها في غير عناية استعدادا لشرح ما يحزنها، إذ قالت: إن نيكولاي سيذهب بعد 8 أيام، لقد تلقى أمر المسير العائد إليه. حدثني بذلك لكنني لا أبكي من أجل هذا، ولكن. وأبرزت لها ورقة كانت تخفيها في يدها. عرفت ناتاشا من النظرة الأولى أنها تتضمن الأبيات التي كتبها نيكولاي بعد أن نظمها متغزلا بسونيا. لكنك لا تستطيعين أبدا، بل لا يستطيع أحد أن يدرك مبلغ نبل نفسه. ولما تذكرت تلك النفس النبيلة عادت إلى البكاء من جديد. أردفت بعد جهد جهيد: أنت سعيدة ولا أشعر بالغيرة منك، إنني أحبك وبوريس حبا جما، وهو لطيف ولا شيء يعترض زواجكما، أما نيكولاي فهو ابن عمي، وينبغي لنا الحصول على إذن خاص من الأسقف إذا أردنا الزواج، وهو يستطيع أن يرفض إعطاءنا الإذن الخاص. ثم إذا تحدث بعضهم إلى أمي، وكانت سونيا تعتبر الكونتست أما لها وتدعوها كذلك، فإنها ستقول إنني أحطم مستقبل نيكولاي، وإنني عديمة الشعور ناكرة الجميل. مع ذلك يشهد الله، ورسمت إشارة الصليب على صدرها، على أنني أحب ماما وأحبكم جميعا، غير أن فيرا. ولكن لماذا؟ ماذا عملت لها؟ إنني شديدة الاعتراف بجميلكم جميعا، حتى إنني على استعداد للتضحية بكل شيء من أجلكم، لكن ليس لدي شيء. وصمتت فأخفت وجهها من جديد بين راحتيها وعادت إلى الفراش تلتجئ إليه. فراحت ناتاشا تعزيها أجمل عزاء، غير أن وجهها كان ساهما ينبئ بأنها تفهم أحزان صديقتها على وجه الصحيح. صحت فجأة وكأنها اكتشفت سبب حزن ابنة عمها. سونيا، لقد تحدثت فيرا معك بعد الطعام، أليس كذلك؟ نعم، إن هذه الأبيات كتبها نيكولاي بيديه، وقد نسخت بنفسي أبيات أخرى، وقد وجدتها فيرا على طاولتي، فقالت إنها ستعطيها لماما، ثم قالت لي إنها عاقة، وإن ماما لن توافق أبدا على زواجها، وإنه سيتزوج جولي. ألم ترى أنه كان يغازلها طيلة النهار؟ ناتاشا، لم تعذبني فيرا على هذا النحو. وراحت تبكي، فأنهضتها ناتاشا وأحاطتها بذراعيها وهي تبتسم خلال دموعها، وراحت تعمل على تهدئة خاطرها. لا تصدقيها يا عزيزتي سونيا، لا تصدقيها. تذكري حديثنا مع نيكولاي في غرفة النوم، هل تذكرين؟ ذات مساء بعد العشاء لقد قررنا آنذاك كيف ينبغي أن نتصرف في الأمر ليتحقق لنا المستقبل المنشود. لقد نسيت التفاصيل، لكن كل شيء سيسير وفق ما اتفقنا عليه. أتذكرين؟ إن أخ العم تشين تشين قد تزوج ابنة عمه لأبيه، ونحن إننا جميعا تابعين لهذا الترتيب العائلي. إن بوريس يقول إن كل شيء سهل ميسور. لقد حدثته بكل شيء كما تعلمين، إنه لطيف جدا وذكي جدا. هيا يا سونيا لا تبكي يا عزيزتي يا حبيبتي. وعانقتها وهي تضحك: إن فيرا خبيثة فلا تصغي إليها، لن تقول شيئا لماما وسوف نصلح كل شيء. إن نيكولاي هو الذي يتحدث إلى ماما، تأكدي من ذلك ولا تفكري قط في جولي. وقبلت جبينها، فنهضت سونيا وعادت الحياة إلى الهريرية، فالتمعت عيناها وبدت على أهبة للقفز على قوائمها المرنة وللعب بكرة الصوف والبصبصة بذيلها. وبكلمة موجزة بدت الهريرة الصغيرة مستعدة للعودة إلى طبيعتها المرحة، قالت سونيا وهي تسوي ما فسد من زينتها وشعرها على عجل. أتعتقدين ذلك حقا؟ كلام شرف.
فأكدت ناتاشا على كلامها وهي تسوي خصلة من الشعر أفلتت من ضفيرة ابنة عمها. كلام شرف. وراحت تضحكان بسرور. والآن هيا بنا نغني النبع، هيا بنا. لكن ناتاشا توقفت فجأة وقالت: أتعلمين إن هذا الضخم بيير الذي كان جالسا قبالتي على المائدة يبدو غريبا مضحكا، إنني أتسلى بالنظر إليه. وراحت تجري في الممشى واندفعت سونيا في أعقابها. بعد أن نزعت الزغب العالقة بثوبها وأودعت في صدرها الضامر الهزيل الورقة الحاوية على الأبيات الشعرية، فتبعت ناتاشا نشيطة خفيفة الحركة فلحقت بها قبل أن تترك الممشى. غنى الشبان والبنات الأربع أغنية النبع بناء على طلب المدعوين، فصفقوا لهم طويلا. ثم غنى نيكولاي وحده قصيدة كان قد تعلمها حديثا، لم يكن قد انتهى من أغنية كانت له بعد، حتى كان الشبان في القاعة الكبرى يتأهبون للرقص. كان أعضاء الفرقة الموسيقية يضبطون الإيقاع بأقدامهم استعدادا للشروع في العزف. في هذه الأثناء كانت تشين تشين في البهو داخلا مع بيير في بحث سياسي عميق أضحى بعد ذلك بحثا عاما. كانت تشين تشين يرغب في استطلاع رأي شاب ناشئ تثقف خارج البلاد وعاد إليها بمعلومات جديدة، وكان بيير متضايقا في مجلسه يتشوق إلى التخلص من ذلك الجو المقبض. وما إن عزفت الموسيقى المقاطع الأولى منها حتى دخلت ناتاشا واتجهت نحوه مباشرة. قالت الفتاة ضاحكة: لقد أوعزت إلى أمي ولقد أوعزت إلي أن أستبقك للرقص. فنهض بيير وقد تدرج وجهه حتى حاك حمرة وجهها وأجاب: إنني أخشى أن أفسد عليك الحركات الراقصة، لكنني أقبل إذا وافقت على أن تكوني أستاذتي. واضطر إلى الانحناء ليمد ذراعه القوية إلى الفتاة النحيلة الصغيرة. استمر بيير يرافق فارسته طيلة الوقت الذي لبثت الفرقة الموسيقية تعزف فيه، وكانت ناتاشا تكاد أن تطير فرحا لأنها كانت ترقص وتراقص شابا حقيقيا عاد منذ وقت قليل من الخارج، فكانت تحاكيه في حركاته وترافقه على مرأى من الموجودين. وكانت سيدة كبيرة، ولما أعطتها إحدى الآنسات مروحتها على سبيل الإعارة راحت تستعملها وفق أحدث الأساليب الاجتماعية الراقية دون أن يعرف أين ومتى تعلمت تلك الأساليب، وهي تبتسم لبيير من ورائها وتتحدث معه على أحسن ما يكون الحديث من الجد. وصادف أن كانت الكونتيس روستوف تجتاز القاعة في تلك اللحظة، فقالت تشير إلى ابنتها: ولكن ما هذا؟ انظروا إلى هذا. فأجابت الفتاة وقد صعد الدم إلى وجهها: ثم ماذا يا أمه؟ لما تسخرين مني؟ أي غرابة تجدينها في مظهري؟ وعندما عزفت الموسيقى لرقصة خاصة ارتفع من المكتب حيث كان الكونت يلعب الورقة مع ماريا ديمتريفنا ضجيج مقاعد وجلبة خطوات، إذ نهض المدعوون المسنون الذين شعروا بحاجتهم إلى الحركة وترويض أطرافهم، فأودعوا في جيوبهم نقودهم وحافظاتهم واتجهوا نحو قاعة الرقص على شكل رتل، كل فارس يرافق مراقصته. فجاء الكونت مع ماريا ديمتريفنا في الطالعة وهما على أحسن مزاج، فهتفت ناتاشا وهي تطلق ضحكة مدوية ملأت القاعة بصداها: انظر إلى بابا. نسيت تماما وهي في سياق مرحها أنها تراقص شابا حقيقيا، والحقيقة أن كل الحاضرين راحوا ينظرون إلى ذلك العجوز المرح الذي كان إلى جانب مراقصته الضخمة التي تفوقه طولا ويبرز رأسها اعتبارا من العنق فوق هامته، يكور ذراعيه ويضبط الإيقاع فيهز كتفيه ويقرع الأرض بقدمه، وعلى شفتيه ابتسامة مرحة تضفي على وجهه بهجة ومرحا، ملتفتا لانتباه الحشد المتفرج إلى المشهد الممتاز الذي هو في سبيل عرضه عليهم. فهتفت المربية الواقفة قرب أحد الأبواب: آه
إن سيدنا نسر حقيقي. كان الكونت يرقص برشاقة تثير الإعجاب، وكان يعرف ذلك عن نفسه. أما الفارسة فكانت على عكس ذلك، سيئة الحركة، تفسد الرقصة دون أن تبالي بأخطائها. قال لها الكونت: كذلك كنا نرقص من قبل يا عزيزتي. فأجابت ماريا ديمتريفنا بعد أن استجمعت أنفاسها بجهد وراحت تحسر كميها من ذراعيها. ذلك هو ما يسمونه الرقص. الوريث الشرعي: بينما كان المدعوون يرقصون في منزل آل روستوف، وقد راح الموسيقيون يخطئون في الإيقاع لشدة التعب، والخدم والطهاة يهيئون العشاء، أصيب الكونت بزخوف بنوبة، وبنوبته السادسة أعلن الأطباء أن الأمل الأخير قد انطفأ، لذلك فقد لجأوا إلى أخذ اعتراف المريض ومناولته وهو فاقد للوعي. وراحت الاستعدادات للمرحلة الأخيرة تتخذ وسط الطقوس الدينية المرعبة والمراعية للإجراءات، وسادت الفوضى الطبيعية في مثل هذه الظروف الفندق كله، وهرع متعهد الدفن إلى الأبواب لاصطياد ذلك الصيد الثمين. فراحوا يحاصرون مداخل الفندق ويختفون كلما وصلت عربة بعض السادة أمام الباب، وجاء حاكم موسكو العسكري بنفسه يودع صفي كاترينا الثانية الوداع الأخير، بعد أن أقام مساعديه وحجابه في الفندق ليطلعوه على أخبار المريض وتطوراته. كانت قاعة الاستقبال الفخمة تزدحم بالناس، فلما خرج الحاكم العسكري من غرفة المريض بعد أن مكث مختليا به نصف ساعة، نهض الموجودون متطلعين، لكن الحاكم مر بين المحتشدين متحاشيا الرد على تحياتهم وعلى أسئلة الأقارب والأطباء ورجال الدين. وكان الأمير فاسيلي الذي هزول وشحب خلال الأيام الأخيرة يرافق الحاكم ويهمس في أذنه من حين إلى آخر بكلمة معينة. ولما ودع الحاكم بعد أن شيعه إلى الباب، عاد الأمير يجلس وحيدا في البهو مسندا مرفقيه إلى ركبتيه ورأسه بين يديه، ولم تمضي برهة حتى نهض وصار بخطوات عصيبة لم يسبق أن ظهرت في مشيته من قبل، وهو يلقي حوله نظرات قلقة. فقطع الممشى الذي يفصل بين أجنحة المسكن وغرفه الداخلية ومضى إلى مخدع كبرى الأميرات. في أثناء ذلك كان الزوار يتحدثون بأصوات خافتة في القاعة الكبرى التي كان يضيئها نور خفيف، ومن حين إلى آخر كان الباب المؤدي إلى غرفة المحتضر يحدث صريرا خافتا كلما فتح ليخرج منه بعضهم، فتعود الآراء إلى الاحتدام وترتفع الأبصار إلى وجه الخارج بقلق واكتئاب. قال عجوز يرتدي ثياب رجال الدين يخاطب سيدة بجانبه تصغي إليه ببراءة وسذاجة: إن لكل مخلوق أجلا لا يستطيع تجاوزه. فسألت السيدة وهي تضفي على أقوالها صبغة كنائسية: ألم يفوت الوقت بعد لتلقينه الصلوات الأخيرة؟ ولما كان يبدو على وجهها جهلها التام بما تقول، أجاب رجل الكنيسة: يا سيدتي العزيزة، إنه طقس ديني كبير. وفي الطرف الأقصى من الغرفة ارتفعت أصوات تقول: من هو هذا؟ الحاكم العسكري، إنه يبدو شابا، بل إنه تخطى 60. يقال إن الكونت فقد القدرة على التعرف على الأشخاص، سوف يلقن له الصلوات الأخيرة. إنني أعرف واحدا لقن 7 مرات وعاش بعدها. خرجت الثانية الأميرات من غرفة المحتضر وراحت تجلس قرب الطبيب لوران الذي كان متكئا على نضد في جلسة مريحة تحت صورة كاترينا الثانية، وأجاب على سؤال حول الطقس طرحته الأميرة عليه: جميل جدا يا أميرة، جميل جدا، إن القاطن في موسكو يعتقد أنه يعيش في الأرياف، أليس كذلك؟ هل نستطيع أن نعطيه ما يشربه؟ علت وجه لورا أمارة التفكير وسألها: هل أخذ جرعة الدواء؟ نعم، نعم لورا. نظر لورا إلى ساعته وقال: خذ قدحا من الماء المغلى وأضيف إليه قليلا من المسحوق الذي أعطيته لك. وأشفع قوله بحركة من إبهامه وسباباته
ليشير إلى الكمية الضئيلة التي يجب أن تضعها في قدح الماء. قال طبيب ألماني لأحد المساعدين العسكريين: لم يسبق مثيل لهذه البادرة، إذ لم ينجي أحد بعد النوبة الثالثة أبدا. فقال الضابط المساعد: لقد كان معتنيا به عناية جديدة. ثم أضاف بصوت هامس: لما ستؤول ثروته؟ فأجاب الألماني بلغته المحطمة الركيكة وهو يبتسم: لن ينقص الأدعية والراغبون فيها. شخصت عيون الاثنين إلى الباب الذي كان يصر من جديد، وتبعت الأميرة وهي تحمل للمريض الوصفة التي أشار بها لوران. فاقترب الألماني من زميله الشهير وسأله بفرنسية تظهر فيها رطانة أجنبية مضحكة: هل يطول به الأمر حتى الغد؟ زم الطبيب لوران شفتيه وراح يحرك سبابته أمام أنفه بحركات سلبية، وقال بهدوء: كلا، لن يتأخر أكثر من هذا المساء. وأيد رأيه الحاسم بابتسامة مهذبة مقنعة وابتعد. كان الأمير فاسي يفتح الباب المؤدي إلى غرفة الأميرة، وكانت هناك شمعتان تحترقان أمام الصور المقدسة فتعطيان ضوءا شاحبا خافتا، والمباخر والزهور تملأ الغرفة التي تتزحم فيها المناضد والخزائن. وكان يرى من وراء ستر من القماش أطراف سرير مرتفع ذي فراش من الريش. فلما فتح الباب نبح كلب صغير. أهذا أنت يا ابن عمي؟ نهضت الأميرة وسألته: ماذا هناك؟ لقد أخفتني. فأجاب الأمير وهو يتهالك على المقعد الذي نهضت عنه: لا شيء، لقد جئت لأتحدث معك بأمور مهمة يا كاتيش. رباه، إن الحرارة عندك خانقة، تعالي نجلس ونتحدث. وكلمة كاتيش هي التحريف لتصغير كاترينا على الطريقة الفرنسية، وكاترينا هو اسم الأميرة الكبرى. قالت الأميرة وهي تجلس قبالة الأمير وعلى وجهها البارد برودة الصخر طبع من الجمود: لقد ظننت أمرا قد وقع، كنت أريد أن أنام قليلا يا ابن عمي، لكنني لن أستطيع. حسن، ماذا بعد يا عزيزتي؟ طرح الأمير السؤال بعد أن استجاب لحركته الغريزية التي درج عليها كلما استغرق في التفكير العميق. فأخذ يد الأميرة وأنزلها نحو الأرض، وكانت عبارته: وماذا بعد يا عزيزتي تحمل معاني كثيرة. كان كلاهما يفهمانها دون حاجة إلى توضيحها وتفسيرها. أخذت الأميرة كاتيش ترمق الأمير بعينيها الكئيبتين بنظرة خالية من المعاني والتعابير، وقد انتصب جذعها الأعجف الذي يعوزه التناسق مع ساقيها القصيرتين. هزت رأسها وألقت نظرة إلى الصور المقدسة وزفرت، وكانت تلك الحركة تعني إما شدة الحزن وإما الرغبة في راحة تستحقها، غير أن الأمير اعتبرها دلالة على التعب فقال مواسيا: أتعتقدين بأن الحالة ليست مروعة بالنسبة إلي أيضا؟ إنني متعب كحصان البريد. رغم ذلك يجب أن أتحدث معك حديثا غاية من الخطورة والأهمية. صمت الأمير فاسيلي بينما أخذت وجنته تتشنجان دوريا بتشنجات عصيبة تضفي على وجهه قبحا ونفورا لم يسبق للمجتمعات الراقية أن شهدت مثلها عليه. كانت في عينيه تعبيرات غير معهودة، فبهما إن كان الخوف يتنازع فيهما من الوقاحة والعتو. وكانت الأميرة تنظر بانتباه إليه وهي تربط رأس كلبها الصغير الذي حملته على ركبتيها بيديها الجافتين الناحلتين. بدا أنها لن تقطع الصمت ولو دام يوما كاملا، لذلك اضطر الأمير فاسيلي بعد صراع داخلي مرير على الشروع في الحديث، فقال: أصغي إلي أميرتي وابنة عمي العزيزة كاترينا سيمونوفنا، ينبغي للمرء أن يفكر في كل شيء في ظروف كهذه. ينبغي التفكير في المستقبل وفيكن. إنني أحبكن جميعا كما أحب أبنائي، وأنت لا تجهلين ذلك. ظلت الأميرة جامدة الوجه تتأمله بنظرتها القاتمة، بينما أضاف الأمير دون أن ينظر إلى وجهها بعد أن دفع نضوضا صغيرا بحركة عصيبة:
وأخيرا ينبغي أن أفكر في أسرتي. أنت تعرفين يا كاتريش، أنت وأختيك وزوجتي الوريثات الوحيدات المباشرات لثروة الكونت. إنني أعرف أنه يصعب عليك البحث في كل هذا ويؤلمك مجرد التفكير فيه. إن ذلك هو شعوري أيضا، غير أنني يا صديقتي أقترب من الستين ويجب أن أكون مستعدا لكل شيء. هل تعرفين أنني أرسلت في طلب بيير؟ لقد أصر الكونت على إحضاره وهو يشير إلى صورته. أخذ الكونت يستوضحها بعينيه دون أن يستطيع التأكد من أنها تفكر فعلا فيما قاله لها أم أنها تنظر إليه نظرة مجردة. قالت تجيبه: ولا أطلب إلى الله يا ابن عمي إلا أمرا واحدا، هو أن يشفق عليه ويمنح روحه الطاهرة سلامة التحرر من. فقال الأمير نافذ الصبر وهو يمر بيده على رأسه الأصلع ويعيد النضد بانفعال إلى مكانه الأول. نعم دون شك، ولكن أنت لا تجهلين أن الكونت حرر وصية في الشتاء الأخير، جعل بيير بموجبها الوريث الوحيد لكل ثروته وأملاكه، حارما كل الورثة المباشرين الآخرين. قالت الأميرة ببرود: وصية؟ لقد حرر أكثر من وصية، لكنه ما استطاع إقامة بيير وريثا شرعيا. إن بيير ولد غير شرعي. جذب الأمير فاسيلي النضد إليه وضغطه على صدره بشدة وراح يتحدث باندفاع وسرعة وقال: ما رأيك يا عزيزتي إذا كان قد حرر ملتمسا إلى الإمبراطور؟ إن إقامة شرعية بنوة بيير ستمنح له دون شك نظرا لخدماته الجليلة السابقة للعرش. ابتسمت الأميرة ابتسامة الذي يعرف أكثر مما يظن المتحدثون، بينما استطرد الأمير وهو يمسك بيدها قائلا: إنني محدثك بأكثر من ذلك، لقد حصل على تأييد جهات مسؤولة متعددة على ملتمسه، لكنه لم يرسله بعد إلى الإمبراطور، غير أن جلالته أعلم بسير الأمور ورغبة الكونت، والأمر الآن متوقف على معرفة مصير ذلك الملتمس، وهل أبلغ إلى الإمبراطور أم أتلف؟ فإذا لم يكن قد أتلف بعد، وقضي الأمر، وزفر زفرة ليصبح على عبارة قضي الأمر المعنى الذي يهدف إليه، واطلعوا على وصية الكونت وملتمسه بين أوراقه، فإن رسالته سترفع إلى الإمبراطور حتما، وسينظر جلالته في طلب الكونت بعين الاعتبار، ويؤيد شرعية انتساب بيير إلى الكونت، فيصبح عندئذ الوريث الأوحد. سألت الأميرة التي كانت ضحكتها تشي بأنها تصدق كل شيء إلا هذا، والقسم الذي يعود إلينا، ولكن يا كاتيشتي المسكينة، إن ذلك واضح وضوح النهار، إنه سيصبح الوريث الشرعي، فلا يمكن أن تنالي شيئا، فابحثي إذن عما إذا كانت الوصية والرسالة قد كتبتا وإذا كانت قد أتلفتا أم لا، فإذا كانت منسيتين في مكان ما لسبب من الأسباب، فيجب اكتشاف مكانهما مهما كلف الأمر الآن. قطعته الأميرة بابتسامة ساخرة دون أن تتبدل نظرتها الجامدة وصاحت: هوراء، إنني امرأة وأنت تعتقد أن كل النساء سخيفات مع ذلك، فإن لي من العقل ما يكفي لإقناعي بأن الإبن غير شرعي، لا يمكن أن يرث، إنه ابن زنا. أرادت بهذه الكلمة أن تبين للأمير حقيقة بيير لتثبت له فساد نظريته، غير أن الأمير لم يقتنع وقال يناقشها: ولكن يا كاتيش، كيف لا تفهمين رغم ذكائك المتقد أن الكونت إذا منح إذنا يسمح له باعتبار بيير ابنا شرعيا له، فإن هذا يصبح على الفور كونت بيزوخوف والوريث الأوحد. فإذا كانت الوصية والرسالة سليمتين لم تتلفا، لن يبقى لك إلا أن تعزي نفسك بأنك قمت بواجبك حيال الكونت قبل وفاته إلى آخر ما هنالك. إن ذلك واضح، قالت الأميرة بتلك اللهجة التي تعمد إليها النساء عندما يتعمدن إبراز شيء يعتقدن أن فيه ما يشير إلى الذكاء المفرط أو يتعمدن تجريح الشخص المخاطب به. إنني أعرف أنه حرر الوصية،
لكني أعرف كذلك أن تلك الوصية لا قيمة لها، فهل تعتقد أنني غبية يا ابن عمي؟ استطرد الأمير بلهجة نكدة. يا عزيزتي كاترينا سيمون يونوفنا المحبوبة، إذا كنت قد جئت للقائك فإنني لم أهدف إلى مقارعتك بالفكر والخداع، بل لأتحدث إليك عن مصالحك كما يتحدث المرء مع إحدى قريباته، مع قريبة حقيقية طيبة ذكية. إنني أكرر لك للمرة العاشرة يا عزيزتي، إنه إذا كان الملتمس الموجه للإمبراطور ووصية الكونت لصالح بيير موجودتين بين أوراقه، فإنك لا أنت ولا شقيقتك يمكنكن أن تعتمدن على الأرض. وإن كنت لا تصدقينني يمكنك أن تسألي الأشخاص المختصين المسؤولين. لقد تحدثت منذ حين إلى ديمتري أونيوتوفيتش وهو محامي الكونت، ولقد أيد رأيي تماما. ولعل أفكار الأميرة اتجهت فجأة وجهة جديدة، إذ امتقعت شفتها الرقيقتان رغم تلك النظرة الثابتة التي لم تبارح عينيها الشاخصتين. فلما تحدثت كان لصوتها وقع أدهشها قبل غيرها واعتراها من تأثر، فقالت: سيكون الأمر على خير ما يرام، إنني لم أحلم بشيء ولا أحلم قط بشيء. ثم أبعدت الكلب الصغير من حجرها وراحت تسوي ثنيات ثوبها وأردفت: هذه هي إذن مكافأته لأولئك الذين ضحوا بكل شيء من أجله. لا بأس، إن هذا رائع، لست في حاجة إلى شيء يا أمير. فاعترض الأمير فاسيلي على قولها دون أن تتنازل بالإصغاء إليه: لكنك لست وحيدة، هناك أخواتك. كان ينبغي أن أعرف من قبل أنني لن أحصد في هذا البيت إلا الدناءة والحسد والرياء والغش والعقوق. نعم، أسوأ أنواع العقوق، سألها الأمير وقد عادت التشنجات العصبية إلى وجنتيه. أقوى من المرة الأولى، هل تعرفين مكان الوصية؟ آه، كم كنت حمقى، يا لها من حماقة أن يستسلم المرء للآخرين ويحبهم ويضحي بنفسه من أجلهم. إن النفوس الدنيئة وحدها هي التي تنجح في هذه الحياة. إنني أعرف مصدر هذه المنغصات. أرادت أن تنهض غير أن الأمير استبقها فألقت عليه نظرة وهي غاضبة، وبدا على وجهها أنها تخلت على كل حسن ظنها في الجنس البشري. لم نخسر شيئا بعد يا صديقي، إنك تذكرني يا كاتي، إنك تذكرينني يا كاتيش أن كل ذلك وقع على حين غفلة، في لحظة من لحظات الغضب وتحت تأثير المرض، ثم أهمل كل شيء ونسى. وواجبنا يا عزيزتي هو تصحيح هذه الخطيئة وتخفيف عذاب ساعته الأخيرة، بأن نسمح له بإبطال هذه الظلامة، وأن لا ندعه يموت وهو يفكر في أنه تسبب في آلام الناس وتعاستهم. فأعقبت كاتيش متمتمة حديثة ومتممته: الناس الذين ضحوا بكل شيء من أجله. وحاولت النهوض من جديد، فعاد الأمير يستبقها مرة أخرى، فأضافت وهي تزفر لشدة لوعتها: وهذا هو الأمر الذي لم يقدره حق قدره أبدا. ثم أضافت: حسنا يا ابن عمي، إن هذا يعلمني بأن ليس في هذا العالم مجال لانتظار المكافآت. بعد أن حلم العالم من الشرف والعدل، إن هذا العالم الدنيء ملك للأوباش والرعاع. هيا هدئي روعك، إنني أعرف قلبك الطيب. آه كلا، إنني لست طيبة القلب، وكرر الأمير، إنني أعرف قلبك الطيب وأقدر صداقتك وأرجو أن تبادليني هذا الشعور. اهدئي ولنتحدث بتعقل طالما أن الوقت لم يفتنا بعد، إذ لعل أمامنا يوما كاملا وقد تكون ساعة واحدة. حدثيني بكل ما تعرفينه عن الوصية، اذكري لي أين هي وأين ينبغي أن تكوني على علم بذلك. سوف نطلع الكونت عليها لعله يكون قد نسيها،
فيبدي رغبة في إتلافها، اعلمي جيدا أن رغبتي الصحيحة هي تنفيذ إرادتي بكل أمانة وإخلاص، ومن أجل ذلك جئت إلى هنا. لقد أتيت لأساعدك وأساعده معا. إنني أفهم كل شيء الآن، إنني أرى الجهة التي تسببت بكل هذه المنغصات. نعم، إنني أرى بوضوح، لكن الأمر لا يتعلق بذلك يا عزيزتي. إنها محميتك، عزيزتك الأميرة دروبوتسكوي، تلك المخلوقة الذهب اللعينة، تلك المرأة الدنيئة التي لا أرتدي بمثلها وصفة لي. إننا نضيع الوقت عبثا. دعك من هذا، لقد تسللت إلى هنا في الشتاء المنصرم ورويت للكونت عن جميع أكاذيب مروعة، وبصورة خاصة عن صوفي، حتى إنني أخجل من إعادة أقوالها. فنجم عن ذلك أنه رفض رؤيتنا خلال مرضه، ولبث يبعدنا عنه 15 يوما. إنني واثقة من أنه كتب الوصية البغيضة الجائرة في تلك اللحظة، ولقد ظننت بكل سذاجة أنه لا قيمة لها. لقد وصلنا إلى النقطة الهامة، لما لم تحدثيني بهذا الأمر من قبل؟ إن الوصية في حافظة أوراق جلدية مع تعليمات أخرى، والحافظة موضوعة تحت وسادته. وأضافت الأميرة متغاضية عن الرد على سؤال الأمير، إنني الآن أرى الأمر بوضوح. ثم صرخت وهي غاضبة وقد خرجت عن طورها، إنني إذا كنت أعترف بخطيئة أحمل وزرها، فإن خطيئتي الوحيدة ستكون الحقد الذي أحمله لتلك الحقيرة. ماذا تفعل هنا؟ لما تأتي إلى هذا المكان؟ إنني أسألك، ولكن صبرا، سوف أقول لها رأيي فيها، ولن أتحدث بصوت خفيض بعد الآن. في حضرة الموت، في حين كانت تلك الأحاديث تدور والمؤامرات تحاك في قاعة الاستقبال وغرفة الأميرة في فندق الكونت بيزوخوف، كانت عربة بيير التي أرسلت لاستخدامه تقله بصحبته أنا ميخايلوفنا التي قررت مرافقته واعتبرت ذهابها معه ذا منفعة شخصية. دخلت العربة فناء الفندق ودرجت على الطريق المفروش بالتبن، فخف ضجيج عجلاتها ولاحظت أن ميخايلوفنا أن رفيقها الذي كانت تتوجه إليه بعبارات التعزية نائم في زاويته، فأيقظته وترجلت من العربة بصحبته. ولما صحى بيير واستعاد حواسه، راح يفكر للمرة الأولى في المقابلة التي ستتم بينه وبين المحتضر. لاحظ أن العربة توقفت أمام سلم الخدم بدلا من توقيفها أمام المدخل العام. لاحظ أيضا أن رجلين في ثياب مدنية اختفيا مسرعين في ظلال الجدار، فتوقف لحظة أتاحت له أن يرى عددا آخر من الرجال مختبئين في زوايا الأبواب وخلف الأعمدة، غير أنه لم يعرهم التفاتا أو انتباها، خصوصا برفيقته أنا ميخايلوفنا والخادم المرافق. وشعر الرجال المختفون كذلك بلا مبالاة القادمين، فسهل ذلك مهمتهم إلى حد كبير. تبع بيير مرافقته التي كانت ترتقي السلم الحجري الضيق بمرونة الذي ينيره نور خافت، وهي تحثه على الإسراع للحاق بها. وعلى الرغم من أن بيير لم يفهم السبب الذي من أجله كان يذهب لمقابلة المحتضر ولا الداعي لدخوله من طريق السلم الخدم، فإنه قدر أن لهفة أنا ميخايلوفنا وتباتها كان كافيين لكي يكون الأمر ضروريا. ولما بلغ منتصف السلم بدأ أن يسقط متدحرجا إلى الأسفل لاصطدامه بأشخاص يحملون دلاء كانوا ينزلون بضجيج وصخب تحدثهما أحداثهم العالية. التصق هؤلاء بالجدار ليسمحوا له ولرفيقته بالمرور دون أن تعبر وجوههم عن أي دهشة لالتقائهم بالسادة على سلم الخدم. سألت أنا ميخايلوفنا أحدهم هل يقود هذا السلم إلى شقة الأميرات، فأجاب الخدم بصوت عال ولهجة قوية وكأن المحاذير التي كانت تضطره إلى خفض صوته قد انعدمت، نعم إنه الباب الأيسر يقود إلى جناح الأميرات يا سيدتي الطيبة. ولما وصل إلى الرواق قال بيير متسائلا، فربما الكونت لم يستدعيني، ماذا لو قصدت إلى غرفتي توا؟ توقفت أن ميخايلوفنا لتسمح له باللحاق بها
وقالت وهي تلمس ذراعه كما فعلت منذ ساعات مع ابنها: أوه يا صديقي، ثق إنني أتألم مثلك، ولكن كن رجلا. فقال بيير وهو ينظر إليها بوداعة خلال نظارتيه: الحقيقة أنني أحسن صنعا بالذهاب إلى غرفتي والانسحاب فورا. آهين يا صديقي، انسى الإساءات التي وقعت لك حتى الآن، واذكر أنه أبوك، ولعله في النزع الأخير. وأطلقت زفرة: لقد أحببتك الفوري كما أحب ابني، فثق بي يا بيير ولن أنسى مصالحك. لم يفقع بيير شيئا من غاية حديثها، غير أنه ازداد قناعة بأن الأمر ينبغي أن يكون كذلك. تبعها بهدوء وكانت قد شرعت تفتح الباب. كان الباب يؤدي إلى رودها. وقف في إحدى زواياها خادم الأميرات العجوز ينسج جوربا من الصوف. لم يكن بيير قد دخل من قبل هذا الجزء من الفندق وفكر في وجوده. ظهرت وصفة تحمل زجاجة ماء على طبق، وتقدمت أنا ميخايلوفنا منها وسألتها عن غايتها، وهي تكرر عبارات أيتها الطيبة وعزيزتي، واستفسرتها عن صحة سيداتها. ثم قادت بيير عبر ممشى مرصوف بالبلاط. كان الباب الأيسر فيه يؤدي إلى غرف الأميرات، وكانت الوصيفة في عجلتها، والعجلة كانت على أشدها ذلك اليوم في الفندق، إذ قد نسيت إغلاق ذلك الباب عندما خرجت منه. ما أتاح لبيير وأنا ميخايلوفنا أن يلقي نظرة عابرة لا إرادية إلى الغرفة ومحتوياتها. شاهد الأمير فاسيلي يتحدث بصوت خافت واهتمام بالغ مع كبرى الأميرات، فلما وقع بصرهما على القادمين ألقى الأمير نفسه إلى الوراء بحركة تدل على نفاد الصبر. بينما نهضت الأميرة فجأة وصفقت الباب بقوة وشراسة وغضب. كانت تلك الحركة تنافي الهدوء الطبيعي الفطري الذي كانت كاتشيش تظهر عليه عادة، وكذلك كان ذعر الأمير لا يتفق مع هدوئه وخطورة حركاته، حتى أن بيير شعر بالفارق الشاسع، فوقف يسائل رفيقته بنظره. أما أنا ميخايلوفنا فإنها لم تعرب عن أي دهشة، بل اجتاحت وجهها ابتسامة غامضة كانت إلى جانب الزفرة الثائرة التي ندت عن صدرها، كلما يشهد بأنها كانت تتوقع كل هذه الأفعال. قالت وهي تحط الخطى: كن رجلا يا صديقي، سوف أسهر بنفسي على مصالحك. لبثت بيير لا يفقه من تلك الأمور شيئا، كان يتساءل في سره: ماذا تريد؟ ماذا تريد أن تقول بعبارة سأسهر على مصالحك؟ ولما لم يجد جوابا اكتفى بالقول: إن الأمر ينبغي أن يكون كذلك. قادهما الممشى إلى قاعة كبرى نصف منارة تتصل بقاعة الاستقبال للكونت. كانت من تلك القاعات الفخمة الأنيقة الباردة التي يعرفها بيير حق المعرفة، والتي لم يكن قد دخل إليها إلا من طريق السلم الكبير. وكان في وسط تلك القاعة مغطس فارغ، وكان الماء مندثرا على قطع السجاد حوله. مرة وهما في طريقهما يمشيان على رؤوس أقدامهما بخادم وشماس يحمل مبخرة، لكن هذين لم ينتبها إليهما، وأخيرا دخل إلى قاعة الاستقبال التي يعرفها بيير تماما، والتي تتميز بنافذتين على النمط الإيطالي ومخرج يؤدي إلى الحديقة الشتوية. وكان تمثال النصفي لكاترينا الثانية يجتم فوق قاعدة من الرخام، وصورة الكونت مسندة إلى قدمي الإمبراطورة الكبيرة. وكان في القاعة جمع غفير من الناس يتحدثون بأصوات منخفضة، فلما دخل توقف المتحدثون عن متابعة أحاديثهم، وصوبوا إليهما نظراتهم التي راحت تتفحص وجه تلك السيدة الشاحب المجرح بالدموع، وإلى جانبها ذلك الفتى الضخم الفارع الطول الذي كان يتبعها بسكون وهو مطرق الرأس. دانت اللحظة الحاسمة، فشاعت على قسمات أنا ميخايلوفنا إنعكاسات تنبئ بحلولها. دخلت دون أن تترك بيير متظاهرة بمظهر السيدة رفيعة الشأن القادمة من بيترسبورغ، التي عركتها الأعمال وتسلحت بنشاط جم لم تشعر بمثله من قبل. كانت في تلك اللحظة لا تخاف من لقاء أحد، خصوصا وأنها كانت تصطحب الشخص الذي طلب المحتضر رؤيته.
ألقت نظرة عجلة على الحاضرين، فلما وقع بصرها على رجل الدين الذي درج الكونت على الاعتراف أمامه، اقتربت منه بخطى قصيرة متلاحقة دون أن تبالغ في الانحناء أو بالتظاهر بشديد التضاؤل أمام مركزه الروحي. فتقبلت بركاته على تلك الصورة المحترمة وبركة مرافقيه من رجال الدين وقالت لهم: حمدا لله لأنكم جئتم في الوقت المناسب، إن كل الأسرة كانت تخاف أن يكون الوقت قد أصبح متأخرا. ثم أضافت بصوت خفيض تقول: إن هذا الشاب ابن الكونت. يا لها من لحظات مروعة. واقتربت بعد حين من الطبيب لوران وقالت له: عزيزي الطيب، إن هذا الشاب ابن الكونت، فهل هناك أمل؟ رفع الطبيب عينيه إلى السماء وهز كتفيه، فكانت تلك الحركات أبلغ من كل جواب. حلت آنا ميخايلوفنا حذوة، فهزت كتفيها ورفعت إلى السماء عينيها مغمضتين تقريبا، وبعد أن أطلقت زفرة عادت تلحق ببيير لتقول له بحنان ممتزج بالحزن: لتكن لك ثقة في رحمة الله. وأشارت إلى أريكة رجته أن ينتظرها عليها، ومضت بسكون إلى الباب الذي كانت الأبصار كلها شاخصة إليه، ففتحته بحذر وأغلقته وراءها. قرر بيير أن يطيع مرافقته في كل ما تريد، لذلك مضى إلى الأريكة التي أشارت إليها وجلس عليها. وما كادت آنا ميخايلوفنا تخرج من غرفة المحتضر حتى تعلقت الأبصار بها، أبصار متطفلة مشفقة. ورأى بيير أن كل الموجودين يتهامسون ويشيرون إليه بطرف العين من شيء من الفزع والعتب. شعر بهم يظهرون نحوه عناية لم يعهدها من قبل، فالسيدة المجهولة منه التي كانت من رجال الدين نهضت لتقدم له مكانها، والضابط المساعد التقط قفازه الذي سقط من يده وقدمه إليه، والأطباء صمتوا عند اقترابه وأفسحوا له في الطريق باحترام. ود بيير بادئ الأمر أن يجلس في مكان آخر كي لا يزعج السيدة، وأراد أن يلتقط بنفسه قفازه، وتمنى لو تحاشى لقاء الأطباء الذين لم يكونوا يعترضون سبيله، غير أنه شعر فجأة بشعور غامض يوحي بأن من اللباقة أن تمر تلك الليلة بسلام، وأن يقوم خلالها بالأدوار التي تفرضها الظروف عليه والتي ينتظرها الجميع منه، وبالتالي أن يتقبل من جميع الموجودين ثرثرتهم وتمنياتهم وتعازيهم. وإذا فقد سمح للضابط أن يعيد إليه قفازه، وجلس في المكان الذي أخلته السيدة مباعدا بين يديه في جلسة بريئة تشبه وضع التماثيل المصرية. قرر في نفسه أن كل هذه الأمور ينبغي أن تمر على هذا الشكل، وأنه تحاشيا لأي تصرف أخرق من ناحيته ينبغي أن يتحاشى ذلك المساء كل ابتكار أو رغبة شخصية، وأن يقنع بإطاعة من يواجهون إطاعة عمياء. لم تمض دقيقتان حتى دخل الأمير فاسيلي مرفوع الرأس وعلى صدره ثلاثة أوسمة ذهبية. كان يبدو وكأنه قد ازداد نحولا منذ حين، وكانت عيناه أكثر اتساعا من جري العادة عندما راح يديرهما في القاعة ليعثر على بيير. فلما وقعتا عليه اتجه نحوه مباشرة وأمسك بيديه، وهو الأمر الذي لم يتعطف أبدا بعمله من قبل، وهزهما بعنف وكأنه يختبر درجة مقاومته، وقال له: تشجع يا صديقي، لقد طلب رؤيتك وهذا أمر جيد. وأراد الأمير فاسيلي أن يبتعد، غير أن بيير قدر أنه من المناسب أن يطرح عليه سؤالا فقال: كيف حال صحة؟ ثم صمت، تردد قليلا وهو لا يدري هل يجدر به أن يقول الكونت أو يقول أبي. لقد أصيب بضربة جديدة منذ نصف ساعة. نعم، لقد أصيب بنوبة جديدة، فتشجع يا صديقي. استخدم الكونت كلمة ضربة للدلالة على النوبة، لذلك ظل بيير فترة طويلة وهو يعتقد أن الأمير فاسيلي أراد بكلمته معناها الحقيقي. كان عقله شديد التشوش والاضطراب قاصرا في تلك اللحظة عن إدراك مرمى تلك الكلمة، لذلك فقد راح ينظر إلى الأمير بذعر حتى تبين له أخيرا الغاية الحقيقية من تلك الكلمة. ومضى الأمير فاسيلي
على أطراف أصابعه بعد أن تبادل كلمة مع الطبيب لورا إلى غرفة المحتضر. وكانت تلك الطريقة الجديدة في المشي جديدة عليه، حتى أن كل جسمه راح يهتز تبعا لخطاه. وجاءت كبرى الأميرات فتبعته، وفي أعقابها عدد من القساوسة والشمامسة ورجال الكونت. وتعالت ضجة وراء الباب، وفجأة خرجت أنا ميخايلوفنا وهي دائمة شحوب الوجه تحمل تقاسيمها طبع الشعور بالواجب، فأرارت نحو بيير ولمست ذراعه وهي تقول: إن الرحمة الإلهية لا تنفد ولا تنضب، ستقام الآن طقوس المسحة الأخيرة، فتعال. خطأ بيير بضع خطوات على السجادة السميكة الطرية، وبينما كان يجتاز الباب رأى الضابط المساعد والسيدة المجهولة وعدد من الخدم يتبعونه، وكأن الأمر أضحى في تلك اللحظة في غير حاجة إلى الاستئذان. الأب والابن. كان بيير يعرف تماما تلك الغرفة الفسيحة التي تغطي أرضها قطعة السجاد العجمي الفاخر، والتي قسمت إلى قسمين بقوس مرتكز على أعمدة. كان نور أحمر قوي، نور كنائسي كالنور الذي ينبعث خلال صلاة المساء، يضوء أقصى الغرفة المؤتتة بسرير كبير ذي ستائر حريرية. وكانت هناك أريكة كبيرة غطي مسندها بالوسائد التي كانت أغلفتها النظيفة التي أبدلت منذ حين بأخرى جديدة. وعلى تلك الوسائد البيضاء كالثلج سجي جثمان الكونت بيزوخوف، وقد لف حتى وسطه في غطاء أخضر نضير اللون. نظر بيير إلى ذلك الوجه النبيل ذي الجبين العريض الذي تحيط به هالة متناسقة من الشعر الأبيض، وإلى تلك القسمات التي يعلوها الإصفرار المشوب بحمرة خفيفة والتي حفرت فيها التجاعيد أخاديد عميقة واضحة. كانت يد الكونت القويتان مسدلتين على الغطاء وراحتيهما إلى الأسفل، فركز بعضهم بين سبابته وإبهامه الأيمن شمعة أسندها خادم عجوز انحنى فوق المقعد بينما أحاط الكهنة بالمقعد وهم يرتدون الألبسة المزينة. وكانت شعورهم تنسدل تحت تيجانهم المرصعة التي كانت على رؤوسهم. راحوا يرتلون والشموع في أيديهم ويطوفون ببطء وإجلال. ووراء هذا الحفل جلست الأميرتان وفي يد كل منهما منديل تخفي به عينيها، بينما انتصبت الأخت الكبرى كاتيش وعلى وجهها أمارات العزم والمكر، وراحت تنظر بانعدام إلى الأيقونات وكأنها تريد القول إنها إذا أشاحت ببصرها عما تنظر إليه فإنها لا تستطيع أن تسأل عما يصدر عنها. لبثت أن ميخايلوفنا شديدة الوقار والرحمة والشفقة أمام الباب وإلى جانبها السيدة المجهولة، ومن الجانب الآخر من ذلك الباب وقف الأمير فاسيلي على مقربة من الأريكة وراء مقعد مزين بالنقوش المحفورة ومغطى بالقطيفة، وقد أدار مسنده إلى ناحيته وأسند يده اليسرى على المسند حاملة شمعة مضاءة، بينما كانت يمناه ترسم إشارة الصليب على صدره كما رفع عينيه إلى السماء أو لمس جبينه بيده. كان وجهه ينبئ بخشوع هادئ واستسلام لمشيئة الله، وكأنه كان يقول: إذا كنتم لا تفقهون شيئا من هذه المشاعر فذلك شأنكم. ووقف وراءه الضابط المساعد والأطباء والذكور من الخدم يتزاحمون. كان الحاضرون جميعا يرسمون نشارات الصليب على صدورهم، فلا يسمع المرء إلا صلوات وطقوس وترتيلا خافتا عميقا متناسقا تعقبه بين فترات زفرات وحركات أقدام. أعربت آنا ميخايلوفنا عن أنها تفهم وتعي ما تفعل. اجتازت الغرفة الفسيحة حتى بلغت موقع بيير، فأعطته شمعة أشعلتها له، وراح هو مأخوذا بالملاحظات التي كان يلتقطها على وجوه الموجودين يرسم بدوره على صدره إشارة الصليب مقتديا بالآخرين. كانت الأميرة الشابة صوفي ذات الخال والخدين الورديتين واللهجة الساخرة تتأمل بيير وهي تبتسم وتخفي وجهها وراء منديلها. عادت بعد فترة طويلة ترفع بصرها إليه ثم تضحك من جديد. كان يبدو عليها أنها لا تستطيع الامتناع عن النظر إليه ولا أن تنظر إليه دون أن تفقد وقارها.
لذلك فقد تسللت من مكانها واختبأت خلف أحد الأعمدة لتحمي نفسها من الإغراء ومعاودة الكارة. وبينما كانت تقصد ديني في أوجه، توقف المرتلون فجأة وراحوا يتهامسون، بينما التفت الخادم العجوز الذي كان يسند يد الكونت نحو السيدات ونهض واقفا. اقتربت آنا ميخايلوفنا وانحنت فوق المحتضر وأشارت بأصبعها من وراء ظهرها إلى الطبيب لوران أن يقترب. كان الطبيب الفرنسي مستندا إلى أحد الأعمدة يرقب الحفل الديني دون أن يحمل في يده شمعة. شأن ذوي الأديان المختلفة الذين يقدرون رغم اختلاف دينهم قيمة ما يدور أمامهم من شعائر يؤدونها بشعورهم الديني دون أن يؤمنوا بها. اقترب الطبيب بخطوات ثابتة ساكنة، خطوات رجل في مقتبل العمر، وانحنى على المريض فأخذ يده بين أصابعه البيضاء المعقدة وراح يتحسس النبض بصمت وانتباه. أسقى المريض شرابا ثم عاد كل إلى مكانه، وعاد القساوسة إلى إحياء طقسهم الديني. لاحظ بيير أن الأمير فاسيلي ترك مكانه خلال تلك الفترة، وبدلا من أن يتجه نحو المريض مر من أمامه واقترب من كبرى الأميرات، وبعدئذ توجه كلاهما إلى السرير الكبير الضخم بالستائر الحريرية الذي كان منتصبا في وسط القاعة، واختفيا كليهما وراء باب المخدع. ثم عاد كلاهما الواحد وراء الآخر حوالي نهاية الطقس ومضيا كل إلى مكانه. كان بيير مقتنعا بأن كل ما يدور أمامه ذلك المساء لا يمكن إلا أن يكون كذلك، ولهذا السبب لم يعلق على تلك الحركة وذلك التصرف، ولم يعيره أي أهمية تذكر. صمت الترتيل الديني، واقترب أحد القساوسة من الكونت وهو في استلقائه لا يكشف عن بادرة واحدة من بوادر الحياة، فهنأه بالقداس الذي أجرى له، وتحلق الموجودون كلهم حول الكونت، وسمع بيير وقع أقدامه مهمسات يطغى عليها صوت أن ميخايلوفنا وهي تقول: ينبغي نقله إلى سريره، إذ لا يمكن إجراء أي شيء وهو في مكانه هذا. أحاط الأطباء والأميرات والخدم بالمريض إحاطة تامة، حتى أن بيير لم يعد يرى رأسه الشاحب المدرج بحمرة خفيفة والمكلل بشعر أبيض، ذلك الرأس الذي ظل ينظر إليه طيلة الاحتفال الكنائسي، رغم أن نظرته كانت في كثير من الأحيان شاردة ساهمة. خمن من حركات الأشخاص حول الأريكة أنهم يحملون المحتضر لنقله إلى سريره، وسمع صوت أحد الخدم يغمغم: أمسك بذراعه سوف تدعه يسقط. وأصوات أخرى تقول: من الأسفل واحدا آخر. وارتفعت أصوات الأقدام واللهتات، وكأن الحمل كان أثقل من طاقة حاملين. مر حامل الجسد ومن بينهم أن ميخايلوفنا أمام بيير الذي استطاع أن يلقي نظرة خاطفة من فوق الأعناق، فرأى هالة الشعر الأبيض الجعد الذي يحيط برأس الكونت وكتفيه القويتين العريضتين وصدره المتسع الممتلئ وهم يحملونه من تحت إبطيه. كان دنو الموت لم يبدل شيئا من ذلك الرأس المتناسق الوسيم للجبهة العريضة والخدين الممتلئين والفم الباسم الجميل والنظرة الباردة المتعالية. كان ذلك الرأس لا يختلف أبدا عن الذي رآه بيير منذ نيف وثلاثة أشهر عندما غادر موسكو إلى بيجرسبرغ مع فارق واحد، هو أنه كان في تلك اللحظة يهتز وفق خطوات حامله، وكانت نظرته الحائرة الشاردة لا تعرف أين تستقر. على ضجيج خلال دقائق حول السرير، ثم ابتعد الناس بينما جاءت آنا ميخايلوفنا تلمس ذراع بيير وتقول له: تعال. فتبعها حتى السرير حيث أجلس المريض عليه بشكل أدعى إلى الاحترام والوقار، بشكل يتناسب والطقوس والطقس الديني الذي أجري له منذ حين. وكان عدد من الوسائد قد رصت وراءه لتجعل جذعه منتصبا، بينما بسطت يداه على طول لراحتيهما فوق الغطاء الحريري الأخضر على مسافة إحداهما من الأخرى. فلما اقترب بيير حنجه الكونت بنظرة من تلك النظرات التي لا يمكن لكائن حي في الدنيا أن يحدد مغزاها ومرماها.
فهي إما أن تكون لا تعني شيئا مطلقا أكثر من حاجة الإنسان الذي يضطر إلى فتح عينيه أن يلقي ببصره إلى جهة ما، أو على العكس أن تكون محملة بالمعاني مفعمة بها. توقف بيير مترددا لا يدري ماذا يفعل في ذلك الموقف، والتفت إلى رفيقته مستفسرا فأشارت إليه بنظرها إلى المحتضر وزمت شفتيها على شكل قبلة. فتبع بيير النصيحة ومد عنقه بتودئة متجنبا المساس بالغطاء، وألصق شفتيه على يد المريض المكتنزة. لم تتحرك اليد ولم تتقلص عضلة واحدة في وجه المريض. فعاد بيير يستشير أن ميخايلوفنا التي أشارت إليه أن يجلس على المقعد قرب السرير، فجلس عليه متأثرا وعاد إلى الاستفسار بالنظر إلى أن ميخايلوفنا عما إذا كان أحسن صنعا بما فعل وفهم مرادها. فلما هزت له رأسها موافقة عاد إلى جلسته الكهنوتية السذجة الشبيهة بالتماثيل المصرية، وهو آسف جدا لرؤية جسده الضخم يشغل كل هذا الفراغ، يحاول الظهور في أصغر حجم ممكن. ولما رفع عينيه إلى وجه الكونت رأى أن هذا يحدق بعناد في المكان الذي غادره منذ حين محمولا. وأما أنا ميخايلوفنا فكان مظهرها يدل على الأهمية البالغة التي تقلقها على ذلك على تلك المقابلة النهائية بين الأب والابن. وبعد دقيقتين خالهما بيير ساعتين طويلتين، انتفض وجه الكونت المجعد فجأة وازداد تقلصا، والتوى فمه الجميل محدثا صوتا أجش غير واضح. وعندئذ فقط فهم بيير أن أباه على وشك الموت. راحت آنا ميخايلوفنا تتفحص حلقتي المحتضر محاولة معرفة رغبته من نظرته. أشارت بيدها إلى بيير ثم إلى الشراب فالغطاء، وغمغمت بصوت هامس تلفظ اسم الأمير فاسيلي، غير أن قسمت وجه المريض وعينيه كانت توحي بنفاد الصبر. قام بمجهود جبار لينبه الخادم الذي كان لا يفارق سريره من ناحية القدمين، فغمغم الخادم إن سعادته يرغب في أن نقلبه على جنبه الآخر، وراح يحاول القيام بتلك المهمة الشاقة التي تقتضيه لتحريك جسد ضخم كبير فقد الإحساس. فنهض بيير ليساعده في مهمته، وبينما كان بيير والخادم يبدلان وضعية الكونت راح هذا يحاول عبثا جذب ذراعه الذي ظل منسدلا لا حياة فيه وراء ظهره. ولعل المريض شاهد نظرة الذعر التي ألقاها بيير على ذراعه المشلولة، وأن فكرة أخرى خطرت في رأسه لأنه راح يتأمل ذراعه الجامدة ثم وجه بيير المذعور ليعود بنظره إلى ذراعه. وأخيرا افتر ثغره عن ابتسامة غامضة أليمة ما كانت تتفق مع حاله، بل تبدو سخرية مرة من عجزه التام. شعر بيير فجأة بانقباض في صدره ودغدغة في أنفه، وما لبثت الدموع أن طفرت من عينيه. كان الكونت في تلك اللحظة يتأوه مستديرا بوجهه إلى الجدار، وجاءت إحدى الأميرات تحل محل آنا ميخايلوفنا فقالت هذه لبيير لعله أخفى قليلا، هيا بنا. فلحق بها بيير صامتا. موت الأمير. لم يكن في البهو الكبير إلا الأمير فاسيلي وكبرى الأميرات، كان جالسين قرب لوحة كاترين الثانية يتحدثان بحماسة، لكنهما توقفا عندما شاهد بيير وآنا. تمتمت الأميرة إنني لا أستطيع رؤية هذه المرأة، وخيل إلى بيير أن الأميرة أخفت شيئا ما. وقال الأمير فاسيلي مخاطبا آنا ميخايلوفنا إن كاتشيش تقدم الشاي في البهو الصغير، فاذهبي إلى هنالك يا آنا واحتسي شيئا، وإلا فإنك لن تصمدي يا صديقتي المسكينة. ولم يوجه كلمة واحدة إلى بيير، لكنه ضغط على ذراعه بعطف أسفل الكتف، واقتادت آنا بيير إلى البهو الصغير. كان الطبيب لوران واقفا إلى جوار مائدة عليها أدوات الشاي وألوان الطعام الباردة، وقد انتظم حولها كل الأشخاص الذين قضوا الليلة في الفندق. قال الطبيب وهو يفرح قدحه الرقيقة المصنوعة من الخزف الصيني بجرعات صغيرة، ليس هنالك ما يشحذ الهمة بعد ليلة بيضاء أكثر من قدح الشاي الروسي الممتاز.
تذكر بيير تلك القاعة الصغيرة المستديرة ذات المرايا والنضد. تذكر أنه كان في السنوات الماضية عندما كان الكونت يحيي حفلات راقصة يفضل الجلوس في هذا المكان ليراقب السيدات وهن في أبهى زينتهن. عندما يخطرنا بكبر أمام تلك المرايا التي تحيط بها أضواء مشعة فيتأملن هندامهن وأكتافهن العارية وأعناقهن التي تحيط بها العقود والماسات الفاخرة الثمينة، فتنعكس الأضواء عليها وتشع إشعاعات تخطف الأبصار. ورأى أن شمعتين بسيطتين كانت تضيئان تلك القاعة الصغيرة بالذات بدلا من أنوار أمس الساطعة، وأن أقداحا وصحافا مبعثرة على تلك النضد التي يحيط بها أشخاص من كل نوع. لم يأكل بيير شيئا رغم شهيته القوية، وبينما كان يلتفت إلى أنا ميخايلوفنا ليسألها بنظرة كعادته، رآها تسير على أطراف أصابعها نحو البهو الكبير. فقدر من جديد أن الأمر ينبغي أن يكون كذلك، وقرر بعد لحظة تردد أن يتبعها. ولما تخطى الباب رآها منتصبة أمام كاتيش وهي محتتمة معها بنقاش عنيف بصوت منخفض. كانت السيدتان تتكلمان معا في وقت واحد. قالت كاتيش وهي مضطربة متوترة كما كانت منذ حين عندما صفقت الباب في وجه أنا ميخايلوفنا، اصغي يا أميرة، أظن أنني أعرف ما هو محتشم وما هو غير محتشم. غير أن أنا ميخايلوفنا أجابت ملمحة وهي تقف بين خصيمتها والطريق إلى غرفة النوم، ولكن يا عزيزتي فكري في أن تصرفك سيزعج عمنا المسكين الذي هو في مسيس الحاجة إلى الراحة. لا يجب التحدث معه في مثل هذا الوقت عن أشياء تخص هذا العالم بينما هيئت روحه للصعود إلى العالم العلوي. كان الأمير فاسيلي جالسا على مقعده لفا ساقا على ساق كعادته، وكان يبدو عليه عدم الاهتمام بحديث السيدتين، فقال: هيا يا أنا ميخايلوفنا الطيبة، دعي كاتيش وشأنها، إنك لا تجهلين مدى حب الكونت لها. فقالت كاتيش تخاطب الأميرة فاسيلي وهي تشير إلى حافظة جلدية مرصعة كانت في يدها: إنني لا أعرف شيئا عما جاء في هذه الورقة، في كل حال إن الوصية الحقيقية موجودة في مكتب الكونت. أما في هذه الحافظة فإن كل ما فيها عبارات عن ورقة عديمة القيمة. وأرادت أن تتخطى أنا ميخايلوفنا، لكن هذه قفزت قفزة كبيرة ولحقت بها وعادت من جديد تمنعها من متابعة السير. قالت وهي تستولي على الحافظة الجلدية بيد ثابتة حازمة تفصح بأنها لن تتخلى عنها بسهولة: إنني أعرف ذلك يا عزيزتي يا أميرتي الطيبة، ولكني أرجوك، بل أتوسل إليك، ألا تزعج الكونت وأن توفري عناء ذلك عليه، أستحلفك الله. فضلت كاتيش ألا تجيب، لأنها لو فتحت فمها لما نطقت دون شك بكلمات ترضي أنا ميخايلوفنا. لذلك نشب بين المرأتين عراك صامت حول ملكية الحافظة. كانت أنا ميخايلوفنا خلاله تقاوم بضراوة بينما ظل صوتها محتفظا بلهجته المهذبة الفاتنة. حسفت تقول: بيير يا صديقي تعال، أعتقد أنه ليس غريبا عن هذه المسألة العائلية، ما رأيك يا أميري؟ صرخت كاتيش فجأة بصوت مدون بلغت أصداؤه مسامع كل من كان في البهو الصغير، فأفزعت السامعين: ماذا يا ابن عمي؟ إنك لا تقول كلمة، إنك تحتفظ بالصمت بينما يعلم الله بأمر من يتدخل في شؤوننا ويسمح لنفسه بإثارة فضائح على باب المحتضر. وأردفت بصوت مغيض محنق: أيتها الدساسة. وجذبت الحافظة بكل قواها حتى أن أنا ميخايلوفنا اضطرت إلى أن تخطو إلى الأمام بضع خطوات وتقبض على ذراع الأميرة خشية أن تفلت الحافظة من يدها. هتف الأمير فاسيلي باستهجان واستنكار: أوه إن هذا شاد، دعي الحافظة أقول لك. فأطاعت كاتيش ذلك الأمر الحازم وهتفت: أنت أيضا. غير أن أنا ميخايلوفنا لم تطع، فقال الأمير: دعي الحافظة أقول لك، إنني أتكفل بكل شيء، سأذهب بنفسي لرؤيته وسأسأله، نعم أنا.
فاعترضت آنا ميخايلوفنا: ولكن يا أميري، لقد أقيم له منذ حين أكبر طقس ديني، فدعه في راحة. ما رأيك يا بيير؟ كان الشاب قد اقترب منها وراح ينظر بذهول إلى وجه الأميرة المنقلب السحنة وخدي الأمير المتقلصين. صرخ الأمير فاسيلي بحزم وقسوة: ستكونين مسؤولة عن كل ما يحدث، فكري في ذلك، إنك لا تعرفين ما تفعلين. وصرخت كاتيش: أيتها المرأة اللعينة. ثم انقضت فجأة على أن ميخايلوفنا وانتزعت الحافظة من يدها، فأطرق الأمير فاسيلي برأسه وسقط ذراعه إلى جانبه. في تلك اللحظة فتح الباب، ذلك الباب الرهيب الذي استأثر طويلا بنظرة بيير والذي كثيرا ما كان يوارب بهدوء. فتح في تلك اللحظة بعنف حتى اصطفق بالجدار، وظهرت ثاني الأميرات التي هرعت إليهم وهي تضرب كفا بكف وتصيح: ماذا تفعلون؟ إن الكونت يحتضر، ومع ذلك تتركونني وحيدة. سقطت الحافظة من يدي كاتيش، فانحنت آنا ميخايلوفنا على عجل والتقطتها بقوة وركضت إلى غرفة النوم، فتبعها الأمير وكاتيش بعد أن سيطرا على اضطرابهما. ولم تمضي لحظات حتى غادرت كاتيش غرفة النوم شاحبة الوجه ممتقطعة تعض شفتها السفلى. فلما وقع بصرها على بيير لم تستطع السيطرة على غضبها، فصرخت في وجهه قائلة: لينشرح صدرك، هذا الذي كنت تريده. واختنق صوتها بالعبارات، فأخفت وجهها بمنديلها وجرت مبتعدة. وخرج الأمير فاسيلي بدوره مترنحا في مشيته، وارتمى على الآلكة التي كان بيير جالسا عليها وهو يحجب عينيه براحته. ولاحظ بيير أن وجهه شديد الارتعاش وأن ذقنه كانت ترتعد وكأنه واقع تحت تأثير حمى خبيثة. قال فاسيلي وهو يمسك بمرفق بيير: آه يا صديقي. كان صوته ينبئ بنبرة إخلاص وصراحة واسترسال لم يعهد بيير مثلها فيه من قبل. فأضاف الأمير يقول: آه يا صديقي، كم من خطيئة ترتكب خدعة ودسيسة، وكل ذلك من أجل ماذا؟ لقد تجاوزت 60 يا صديقي، وإنني إن كل شيء ينتهي بالموت، كل شيء. والموت يا صديقي أمر رهيب. اختنق صوته بموجة من البكاء والدموع. خرجت آنا ميخايلوفنا من الغرفة بدورها واقتربت من بيير بخطوات خافتة ونادت: بيير. نظر إليها بيير مستفسرا، وإذا بها تنحني على جبينه لتقبله وتبلله بدموعها. قالت بعد لحظات صمت: لقد توفي. راح بيير يحدق في وجهها خلال نظارتيه بينما أردفت تقول: هيا سأصحبك، حاول أن تبكي إذ ليس مثل الدموع ما ينفت الكرب. قادت بيير إلى بهو مظلم، فصر هذا الأخير عندما رأى أن أحدا لن يرى وجهه، وتركته لحظة هناك. ثم عادت لتجده معتمدا رأسه على ذراعيه غارقا في نوم عميق. وفي صباح اليوم التالي قالت له: نعم يا عزيزي، إنها خسارة جسيمة حلت بنا جميعا. إنني لا أتحدث عنك، لكن الله سيساعدك لأنك شاب وقد أضحت بين يديك الآن ثروة هائلة. إن الوصية لم تفتح بعد، إنني أعرفك معرفة كافية تجعلني متأكدة من أن الثروة المنتظرة لن تدير رأسك، لكن ذلك يفرض عليك واجبات جديدة، فينبغي أن تكون إنسانا. ظل بيير صامتا، فاستطردت الأميرة تقول: علي أقول في المستقبل إنني لو لم أكن موجودة مساء أمس لكان الله وحده يعلم بما كان سيحدث. لقد كان عمي أول أمس يعدني بأن لا ينسى بوريس، لكنه لم يجد متسعا من الوقت، فآمل يا صديقي العزيز أن تنفذ رغبة أبيك. لبت بيير مشدوها لا يفقه شيئا، واكتفى بالنظر إلى آنا ميخايلوفنا، وقد تدرج وجهه وبان الارتباك على قسماته. بعد ذلك عادت الأميرة دروبوتسكوي إلى منزل آلي روستوف وأوت إلى سريرها، وبعد أن نالت قسطا من الراحة راحت تسرد على مدعويها ومعارفها تفاصيل دقيقة عن آخر لحظات الكونت بيزوخوف. أعربت في حديثها عن تأثرها البالغ باللقاء الأخير الذي تم بين الابن وأبيه،
حتى أنها لم تتمالك عندما فكرت في ذلك اللقاء من درف الدموع. لم تكن ترى أو تستطيع أن تميز من الذي تصرف خيرا من الآخر في تلك المناسبة الأليمة. هل كان الأب الذي تذكر كل الناس في تلك اللحظة الحاسمة وكل الأشياء المحيطة به؟ فوجه إلى ابنه كلمات آية في الحنان والعطف. أمي بيير الذي أدابه الألم والحزن رغم محاولتي إخفائهما بعناية كي يوفر على أبيه مضاعفة آلامه. كانت آنا ميخايلوفنا تقول: لقد كان المشهد أليما لكنه لم يخلو من فائدة. إنه يرفع الروح ويسمو بها. إن رؤية رجال مثل الكونت العجوز وابنه البار تهز المشاعر. وتحدثت أيضا عن تصرفات كاتيش والأمير فاسيلي بلهجة فيها تقريع وتوبيخ، غير أنها في تلك المرة كانت تتحدث بصوت خفيض وبسرية تامة.